المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده وبرنامجنا من الحياه، لكن البرنامج النهارده ليه شكل مختلف. احكي لكم الحدوته هو ليه شكل مختلف. الحدوته ابتدت من سنه ونص في فاند ريزنج لما شاركتكم ان ليا طموحات واحلام للبرنامج، ومن ضمن الطموحات والاحلام ان يكون في ديكور جديد للبرنامج. لكن زي ما انتم عارفين اي حلم او اي طموح محتاج امكانيات، بمعنى اصح محتاجين فلوس عشان الديكور يتعمل. وبعد وقت مش قصير اتعمل الديكور، ومشاركتكم ومحبتكم وتعاطفكم وصلواتكم لينا، وشاركتكم في اخر فاند ريزنج بالديكور اتعمل، وهنطلع عليه بعد الفاند ريزنج على طول. لكن يا فرحه ما تمت، عشان نطلع على الديكور لازم يكون في اضاءه جميله تناسب الديكور. ولغايه بعد شهر اتنين ثلاث اربع شهور الاخ صامول فاجئنا في عيد ميلاد الكارما ان الديكور جاهز والاضاءه جت وجاهز ان احنا نطلع من عليه بعد عيد ميلاد الكارما، ودوت بفضل مشاركتكم ومحبتكم وتعاطفكم وصلواتكم. واحنا دلوقتي في طريقنا رايحين للديكور الجديد، ديكور برنامج من الحياه. نشكر ربنا ان الرب اتمجد في العمل وانك عمل الديكور، واحنا دلوقتي داخلين خليكم معانا وهنبتدي نشوف شكل الديكور الجديد لبرنامج من الحياه. خلاص قربنا خلاص نوصل، وادي ديكور برنامج من الحياه. يس. انا بشكر ربنا جدا ان ربنا حقق حلم من الاحلام، لكن عايزه اقول لكم عشان العمل الجميل ده يتعمل بفضل مجموعه فكرت وابدعت واشتغلت وشالت وحطت. المجموعه دي بتبدا من مهندس الديكور سعد، يمكن احنا هنسمعه بعد شويه في البرومو، ومجموعه تانية جوزيف وهابي وباسم وعماد، ناس مش كتير لكن عملوا الشغل الجميل دوت. احنا بعد شويه هنشوف خطوات العمل في البرومو اللي جاي، لكن قبل كده عايزه اقول لكم ان احنا حريصين جدا على ان احنا يكون الشكل والمنظر اللي طالع لاعزائي المشاهدين وليكم جميل. دايما اي حاجه بتخطف عنا هو الشكل الجميل، الالوان المتناسقه، الابداع في العمل، وده احنا حريصين عليه عشان كل الناس، ولو حتى لاول مره بتصادف بحاجه جميله علشان تسمع كلمه ربنا وحياتها تتغير. دلوقتي هنطلع مع بعض هنشوف اتنين برومو بيشرح لنا خطوات العمل من اول ما شالوا الديكور القديم الابيض في اسود لغايه ما اتحط الديكور الجديد بكامل، والبرومو الثاني مهندس الديكور هيشرح لنا ايه اللي حصل. نطلع ونشوف مع بعض البرومو. We'll be right back.
الكور ده تقريبا بياخد وقت من حوالي 6 لـ 8 أسابيع، يعني على حسب التفاصيل اللي موجودة فيه وكده. فيعني الأول احنا بنبدأ بالفكرة بتاعته، بترسم هذا سكتش بالرصاص، وبعد كده نبتدي نعمل الديزاين بتاع الكمبيوتر. بعد كده بنراجع بقى لو في أي حاجة محتاجة تنظبط، محتاجة تتعدل. وبياخد تقريبا وقت تنفيذه زي ما قلت من حوالي من 6 لـ 8 أسابيع. هو التصميم ده بتاعي كنت عامله من وقت، وكنت راجعته مع صامول كده من فترة عشان نبتدي في التنفيذ بتاعه. هو انسى ان احنا بناخد الموافقة بنبدأ في التنفيذ بتاعه على طول. الحاجات اللي احنا شايفينها دي مش بنجيبها جاهزة زي ما احنا شايفينها كده، لكن احنا بنجيب كل حاجة از ماتيريال في البداية. يعني بنجيب خشب، التكتشرز ده بنجيبه من مكان معين. بعد كده بتبتدي كل حاجة من دول بتتجمع لوحدها وبتدي تفنش لوحدها. بعد كده بنبدأ في تجميع كل البارتس اللي انت شايفينها دي دلوقتي. كل حيط من دول بتبقى لوحدها سيبريت، لأن كل الحاجات دي احنا بنقدر نحركها على العجل، يعني بنقدر ممكن ننقلها من مكان لمكان زي ما احنا عاوزين. فكل مثلا زي الحاجات اللي احنا شايفينها ورا دي، فكل قطعة من دول بتتصنع لوحدها بماتيريال مختلفة. في داخل معنا هنا أخشاب، في داخل معنا تكتشر زي ما انتم شايفين، وفي التكتشر بتاع الطوب والحاجات دي، في داخل معنا مادة الأكريليك، البلاستيك الأزرق اللي موجود معانا، في شاشات، في بانرز، في جلد، في كذا ماتيريال داخلة، في ألوميتال، في كذا ماتيريال داخلة معانا. فكل خامة من دول بنشتريها ونبتدي احنا بنصنعها وبنفنشها. بعد كده بتتركب كل حيط لوحدها. بعد كده كل الديكور بيتجمع از ست واحد. احيانا كتير جدا بيساعدنا فكره البرنامج نفسها واسم البرنامج او الموضوعات اللي تقدم كل برنامج، ان احنا بنلاقي تصميم مناسب عشان يكون مناسب اكتر للكلام هيتقال، مناسب اكتر للضيوف، مناسب اكتر للموضوعات اللي هتطرح جوه البرنامج. احيانا في التصميم نفسه بنعبر بحاجتين بيبقوا مهمين جدا مع عندنا، اللي هو الخط واللون. فاللون بيبقى احيانا ليه مدلول معانا في التصميم، او هو من الحاجات الاساسيه اللي لها مدلول عندنا في التصميم. والخطوط كمان، يعني احنا بنعبر دايما باللون وبالخط لما بنيجي نعمل تصميم لاي برنامج، بحيث انه يكون قريب اكتر الواناته والخطوط بتاعته لطبيعه البرنامج وايه اللي هيتقدم جوه البرنامج. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين، واهلا بكم مره تانية واول حلقه في ديكور الجديد. نسيت كمان اقول لكم في المقدمه، انا بجد بشكر كل اللي شاركوا في العمل ده، بشكر سعد في الديكور، بشكر جوزيف وهابي اللي ساعدوه في التصميم او في العمل الفعلي للديكور، بشكر باسم في الاضاءه، باسم جرافيك، عماد وهاني في الصوت، بشكر كل حد في قناة الكارما. وكل مرة بيكون ورا كل برنامج بيطلع مجموعة ناس بتبذل مجهود وبتشتغل وعندها مواهب وبتفكر. ربنا يبارككم وربنا يستخدمكم كمان ويستخدم ويبارك موهبتكم ويستخدمها دايما لمجد اسمه. بشكر كمان صامول جدا، بشكره لتشجيعه، بشكره لخدمته، وبشكره لتقديره لكل فكرة بتطلع. بشكركم كمان أعزائي المشاهدين، لأن ورا كل عمل هو تعاطفكم ومشاركتكم وإيمانكم بالعمل ومحبتكم وصلواتكم. طيب النهاردة بقى هنبتدي موضوعنا، وكنا اتكلمنا قبل كده عن العنف في الأسرة، واتكلمنا عن العنف في الطفل، وقلنا من ضمن الحاجات أو الأسباب للعنف في الطفل هو مرض التوحد أو مرض الأوتيزم. والحقيقة جت تليفونات كتير قوي من فترة، وناس كتير عايزة تسمع في المرض ده لأن عندها مشاكل ونسبة مش قليلة، سواء هنا في أمريكا أو في مصر أو في الشرق الأوسط، عندهم أطفال يعانوا من مرض التوحد وعايزين يعرفوا إيه الأسباب أو حاجات كتيرة قوي. وأنا الحقيقة بشكرهم، لأن مش دايما في مجتمعنا دايما بنفكر في المرض النفسي وكأنه هو حاجة عيب، ولا مش المفروض حاجة تعيب الشخص، رغم ان المرض النفسي هو مرض زي اي مرض عضوي. ومهم جدا كمان ان احنا يمكن في كتير لما بيشوف ولادهم مش طبيعيين من وقت بدري بيتجاهل فكرة المرض النفسي علشان عيب. والمرض النفسي برضو زي ما اي مرض عضوي، لو اكتشف بدري هينفع يتعالج اسرع واحسن. النهارده هنتكلم في الموضوع وهنطرح اسئله كتير جدا، ناس كتير مستنياها، ازاي يتعامل معاه
مرضى الاوتيزم او التوحد، ازاي بيجي منين، ايه سببه، علاجه، وكل الكلام ده هنتكلم عنه. تابعونا، التليفونات مفتوحة بس بعد نص ساعة هنتكلم، يعني محتاجين ان احنا نكون بنقدم حاجات مهمة في الاول، لكن اهلا بتليفوناتكم. انا عارفة ان الموضوع مهم وناس كتير منتظرة. وضيفة حلقتنا دكتورة ابتسام بولس، هي دكتورة بشرية ودكتوراه في علم النفس والمشورة. اهلا بك يا دكتورة، واهلا بيكي في الديكور الجديد. اهلا بيكي، وعايزة اقول الف مبروك بجد، ديكور رائع. وزي ما انتي قلتي، انا فعلا بصلي ان ربنا يبارك كل اللي حطوا مجهود غير عادي انه نوصل للصوره الرائعه اللي احنا فيها النهارده. شكرا. طيب الموضوع بقى اللي احنا هنتكلم فيه، وعايزه الاول ايه هو مرض التوحد، علشان ناس كتير تكون فاهمه او تقدر تكون بتعرف ده اللي بينطبق على حاله عندها او حاله شافتها او الكلام ده كله. فايه هو مرض التوحد؟ اوكي، هو مرض بيبقى ناتج عن خلل عصبي في النمو، بيأثر على الطفل في النمو العضلي والحركي، بيأثر في انه يتعلم يتكلم، بيأثر في المهارات الاجتماعية انه يتعامل مع الناس، بيخلي الطفل بيعيش في العالم بتاعه لوحده، عشان كده يمكن بنقول الانعزالية او التوحد. فبيبقى عالم لوحده، مش بيحب يلعب مع الأطفال التانيين، تكلميه أو تندهيه باسمه هو مش موجود معاكي، مش بيرد، مش بيتفاعل، وشه مش باين أي تفاعلات، إن كان فرحان ولا زعلان ولا أي حاجة زي كده. طيب بيصيب طبعا يعني بيصيب السن الصغير، وهنتكلم يمكن أكتر. أنا عايز أعرف هل هو وراثي ولا في أسباب تانية بتخلي فيه يكون فيه، يعني هو ممكن يتولد طبيعي بس في عوامل تانية بتوجد المرض دوت عند الطفل، ولا إيه اللي بيخلي، ايه الحاجات العوامل اللي بتؤدي للمرض دوت؟ هي بعض الاحصائيات قالت انه تقريبا 40% بيرجع لوراثي، لسبب وراثي. وراثي يعني حد في العيله، العيله القريبه او البعيده، الخال او الجد او العم او الاب او الاخ، عندهم نفس المرض ده، عندهم مرض التوحد. او يعني التوحد اصلي ليه ان هو بيبقى توحد بنوع خفيف متوسط وسيفير او بدرجه جامده، يعني في تدرجات ليه. فممكن الاخوه يبقى ما عندوش قوي مرض التوحد اللي هو سيفير او بالصوره الجامده، لكن ممكن قوي ان الاخ الثاني يبقى عنده الاوتيزم ده او التوحد ده بصوره عنيفه او جامده جدا، او بابا عنده او خاله او عمه او مامته. لكن قالوا تاني ان في 60% ممكن يكون في حاجات تانيه غير الوراثه بتسبب في المرض ده. زي ايه؟ هو بيحصل انه في تكوين الطفل، الجنين في البطن، ده من ضمن الاوقات اللي هي خطره جدا، ان الطفل ممكن يحصل له حاجات كتير، او الجنين يحصل له حاجات، خلل في المخ، خلل في الاميون سيستم اللي هو جهاز المناعه. ده بعد ما بيتولد؟ لا انا بتكلم في الجنين. في الجنين. أوكي. فتعرض في الاول، لو الام الحامل كانت السنه اللي قبل ما تحمل فيها كانت بتاخد ادويه كتيره للاكتئاب لمده سنه، وحتى في الشهر الاولاني من الحمل، ده عامل من العوامل. بعض الادويه الثانيه، ادويه لقرحه المعده، بعدها للتشنجات. ففي بعض الادويه اللي الام الحامل بتاخدها او خدتها وقت قريب قبل الحمل ممكن يأثر في نمو الجنين في المرحلة دي. يعني الأدوية اللي قبل الحمل ممكن تأثر في الحمل؟ لأنها متركزة في الجسم وليها أعراض جانبية، فبتأثر في كده. لكن وبعدين أي دواء في الفترة الأولى من الحمل، بالذات في الثلاث شهور الأولانية، بصراحة خطر جدا. ممكن كمان تكون الأم الحامل اتعرضت لمرض زي مرض الحصبة، ده بيأثر جدا وبرضه بينتج عنه التوحد أو الأوتيزم. في مثلا التعرض للمبيدات الحشرية، الأسمدة، تعرض للرصاص اللي هو الليد، الزيبق. الرصاص ده مثلا في المية، ممكن يكون الرصاص في المواسير بتاعة المية. ده كل الستات بتعمل كده يعني مش عارف، يفضل هنا في مجتمعنا اللي يعني. انا فاهمه هنا بيحاولوا يعني يخففوا نسبه الرصاص في الميه، واخد بالك؟ لكن ممكن يتعرض، ما هو مش مجرد ان انا بتعرض لحاجه ولا كده يبقى انا خلاص ابني هيطلع اوتيزم، يعني هو عوامل كتيره
ممكن تؤدي للمرض. ما بقدرش اقول ان عامل واحد بس. اوكي. يعني تجمع عوامل مختلفة ممكن تكون بتؤدي لكده. بالظبط كده، مش عامل واحد بس. يعني ممكن الوراثي يبقى في وراثي، بس ممكن ما فيش حد في العيلة طلع عنده أوتيزم، لكن الجد جد كان عنده أوتيزم مثلا يعني. فالوراثي جزء من الأسباب اللي بتسبب المرض ده. زي ما بقولك التعرض للزيبق، الزيبق ممكن يكون مثلا لما بيحصل حريق في الأشجار والدخان اللي بيطلع ده في نسبة من الزيبق. الزيبق في الدهون اللي في الأسماك، ففي بعض الأسماك الدهون اللي فيها وجلد السمك في قدر كبير من مادة اسمها الميركوري اللي هي الزيبق ده. في بعض الحاجات التانية اللي هو طب ده السمك ده بالذات يعني في الوقت الحمل بيقولوا كتروا من الأكل السمك. بيقول لك في أنواع كويسة اللي هو السلمون اللي جاي من ألاسكا أو السردين اللي نسبة الدهن فيه قليلة، والقشر بتاع السمك ممكن يكون برضو أنواع لازم السمك لازم يتشال القشر. ممكن اللي هي المبيدات الحشرية زي ما قلت لك، أو بعض الأسمدة اللي بيحطوها في الزرع والحاجات دي. ولقوا إن في احتمال كبير الفاكسين اللي هو بنسميه الحقن اللي بياخدها الطفل أول ما يتولد كل شهرين بياخد، بنسميها إيه بالعربي الفاكسين مش عارف، الحقن اللي بياخدها الطفل، التطعيمات. تطعيمات اوكي. التطعيمات. ففي احصائيات بتقول لكن لسه ما اثبتوهاش 100% ان في بعض انواع الفاكسين بالذات الفاكسين بتاع الحصبه، التطعيمات اللي بياخدوها الاطفال للحصبه فيها ممكن الحزبة. يكون يعني فيها ممكن يكون بعض الدراسات قالوا فعلا بعد ما الطفل خد الفاكسين ده ابتدى تظهر معاه الاعراض الفلانيه، بس ما قدروش لسه يوصلوا في الدراسه والاحصائيات ان هو ده 100% الكلام ده صح، لكن هو ظاهره كانت واضحه انها ممكن تكون بتظهر. خلل برضو في نمو المخ عند الطفل هو صغير، يبقى بس مش بس وراثي لكن المخ نفسه نموه بيتغير. ممكن المناعه عنده متغيره شويه، نسبه المواد البروتينيه في الدم برضو بتبقى متغيره، كل دي عوامل بتؤدي للمرض ده. طيب هو قبل كده احنا ما كناش بنسمع عنه، يعني انا ما كنتش اسمع عن يعني ايه مرض، ما كنتش اسمع عن مرض التوحد، لكن دلوقتي بنسمع عنه كتير جدا سواء هنا في امريكا او في الشرق الاوسط. يعني انا لما جيت سمعته هنا اكتر فحسيت ان هو ممكن يكون منتشر هنا اكتر في ظروف تانية، بس لا كمان اكتشفت ان هو ممكن يكون هم مش بيعرفوا يشخصوه قوي في الشرق الاوسط، لكن في كمان في الشرق الاوسط مرض التوحد وناس كتير بتشتكي يعني. فده ليه؟ علشان نسبه التلوث، الهرمونات اللي في الاكل اللي احنا بناكله، ولا ايه الاسباب تفتكر؟ اسباب زي ما انت بتقولي اسباب، لان احنا ما عرفناش نشخصه، يعني هو كان فيه بس احنا مش ما كانش فيه تشخيص، ما كانش فيه الطرق اللي تساعدنا نشخص ده ايه بالظبط. والاسباب الثانيه زي ما انت بتقولي للاسف كل ما التكنولوجيا بتزيد او كل ما بنستعمل المواد العضويه في الزرع وفي الحاجات دي وبعض المبيدات الحشريه اللي بيرشوها عشان الزرع ما يبص او ما يجيلوش العفن اللي بيحصل له كده. طبعا زي ما انت بتقولي استعمال مثلا مواد حافظه، أو كل حاجه دلوقتي فيها مواد حافظه بالظبط. وكان لاحظوا برضو ظاهره بيقول لك البيبي لما يتولد حاولي ما تستعمليش الازاز اللبن اللي بيشربها البلاستيك، برضو البلاستيك حاجه مش صحيه لكن الازاز احسن من البلاستيك. فدي بعض الظواهر يعني اللي لقيوها. يعني ده كده الواحد لا هيأكله ولا هيشربه لغاية ما يوصل 20 سنة مثلا. لا في طرق للمناعة وفي طرق كويسة هنتكلم فيها. طيب ايه أعراض المرض غير ان هو بيحب يقعد لوحده زي اللي حضرتك قلتيه من شوية؟ أعراض المرض الطفل ده بيبقى متأخر في معظم الحاجات، يعني مثلا ما يتولد ويبتدي هيمشي أو يقعد وكده تقريبا بيتأخر عن النمو الطبيعي بتاع طفل تاني. كمان التأخر في الكلام حاجة ملحوظة جدا في المرض ده. طيب هو التأخر قصدك نفسيا وفي الكلام ولا في الحركة؟ الحركة العضلي، لكن الحركة. مش شكل جسمه. العضلي الحركي. اوكي. لكن بيتأخر في المشي ممكن بيتأخر شوية في النمو العضلي والحركي يعني. لكن برضو مش ما اقدرش اقول ان كل واحد عنده اوتيزم حصل له تأخر في العضلي، لكن اللي أكتر الظاهرة واضحة فيه تأخر في الكلام ده حاجة واضحة جدا. تأخر في انه يعمل
ينظر في عين التاني، بنسميها اي كونتاكت، يعني تكلميه هو نازل بص بيبص في الارض. يعني جالي ولد للاسف عنده 4 سنين والاب مش راضي يقتنع ان الولد عنده مشكله، فكان بيجيبه المكتب الولد مش بيبص لي خالص، بكلمه يجري يعمل حاجه في الاوضه، يمسك لعبه ويرميها ويمسك لعبه تانية ويرميها، عايش في ركن كده في الاوفيس، في الاوضه بتاعت الاوفيس وكده، مش بيتعامل مع الاخرين، هو مش ما عندوش المهارات الاجتماعيه اللي تخليه ياخد ويدي مع الاخرين او يفهم التعبيرات اللي على وجه الاخر او يبتسم. في بعضهم تناديه باسمه مش فاهم ان ده تبعه الاسم ده يعني. في بعضهم بقى من كتر ما هو مش عارف يتكلم بيشاور على اللي هو عايزه، وده اللي كان بيعمله الطفل في المكتب عندي. عايز لعبه ما بيقولش لبابا انا عايز اللعبه دي، ياخده بدراعه فهو بيقول بس كده ساوند بسيط وبيشاور، فبيعتمد اكتر على الاشارات وزي ما يكون ساين لانجوج يعني عن انه يعبر بالكلام. الطفل ده ممكن زي ما بنقول ان هو بينعزل، مش بيعرف يلعب مع الاولاد التانيين، دايما واخد ركن. ممكن يكون عنيف، ممكن العنف بتاعه ان هو بيخبط راسه كتير في الحيطه، ممكن يكون بيخبط. الاب ده اشتكى لي انه بيبهدل اخوه الصغير رايح جاي في الضرب. طب هو مش بيبقى مدرك هو بيعمل ايه؟ دي حاجه رد فعل طبيعي، لكن مش بيبقى مدرك هو بيعمل ايه؟ لا، بتحاولي تفهميه لسه مش لاقط. او مثلا بابا وشه متضايق ما بيفهمش التعبيرات اللي على الوجه، فهو عنده نقص في حاجات كتيره ما نمتش النمو الطبيعي بتاعها، عشان كده كان صعب ان هو يبقى اجتماعي، لانه هو مش فاهم اللي بيتقال قوي، مش عارف يعبر لانه عنده الكلام متاخر، مش فاهم التعبيرات اللي على الوش، ده بابا مبسوط ولا مش مبسوط، مش بيعمل اي كونتاكت يعني تكلميه مش بيبص لك خالص. طبعا عنده الظاهره اللي هو بيحب كل حاجه يحطها بطريقه معينه، مثلا عارفه العربيات الصغيره بتاعت الاولاد الميتال دي، العربيات الصغيره كده بيلعبوا بيها العيال بيزقوها تجري وكده يعني. هو يجيب العربيات ويرصهم جنب بعض، ولو حد جه خد عربيه وغير مكانها يبقى الدنيا تهدد. فعندهم روتين، هم غير مرنين في تغيير الروتين ده. ممكن الروتين ده يكون في حركه ايد متكرره، كلمه متكرره، او زي ما بقول لك وضع اللعب او الاشياء بصوره معينه، ما بيقدرش يغيرها ولا يحب حد يغيرها. الولد ده لو حصل له بقى الغضب زي ما قلت لك المره فاتت، بيقعد مده طويله قوي وبصوره فظيعه. هو كان ميعاده يخلص السيشن معايا وباباه، كنا بنحضره قبلها ان بعد 5 دقائق مثلا بابا هياخدك ونروح. لكن سهل يقعد يتكلم معاكي يعني؟ ما بيتكلمش، مش بيتكلم خالص. فيري فيري يعني ما فيش تقريبا، ما سمعتش منه كلمه. مع بابا ومامته هم تاقلموا معاه انه يعملوا له اللي هو عايزه بالايه؟ بالاشارات. بالاشارات. حاولت شويه في السيشنز دي معاهم انه بدل ما تستجيب قول له انا هجيب لك الحاجه دي او هديك كوبايه اللبن او الحاجه دي، قول لي يا بابا انا عايز لبن. فشويه بشويه يعلموا، لانه لو الاب والام بيستجيبوا للطفل ده بالاشارات يبقى هيفضل طول عمره هو هيكون كسلان، ليزي، كسلان ان يستعمل بقه والكلام ويمارس اللغه. حاجات تانية ايه تاني زي ما بقول لك. فالولد ده جاي ميعاده يخلق يمشي يعني يمشي من الاوفيس، الرمي في الارض وضرب باباه على الوش والجنب وفي كل حاجه عندك في الاوفيس، وبابا مش عارف يطلعه بتاعه، هو عنيف. طب من كده غير سبب ولا مش عايز يطلع معاهم؟ هو مش عايز يطلع. هو طبعا الاطفال في المرض ده ما بيحبوش التغيير. فالترانزيشن يعني انت بتغيري، هو في الاوفيس وهيركب العربيه ويروح البيت، دي حاجه مش حبيبها. ده بالنسبه له تغيير كتير في وقت قليل مش مستوعبه. لكن احنا مع كده احنا حضرناه، لكن هو في مخه مثلا عايز الحاجه اللي انا لعبته بيها في الاوفيس، بس الالعاب دي بتاعت الاوفيس ما اقدرش اديها له مثلا، فهو جايب معاه لعبه، انا بقول للبابا يجيب معاه لعبه عشان هو ماشي يبقى في ايده لعبه وما يبقاش بيتشنج. الولد ده تقريبا قعد تلت ساعه بيضرب في باباه، كل ما يطلعه يجي تاني ويزق الباب ويدخل، وانا مش عارفه اعمل ايه. قعد تقريبا 20 ساعه 20 مينتس تلت ساعه بيعيط بيصوت بيرفص،
بيضرب جامد جدا، ما فيش ان بابا لجمه جدا وشاله عشان يروح في العربية، قعد طول الوقت في العربية لغاية ما يوصل البيت بيعيط. فده نوع من العنف اللي احنا قلنا لكن مش كل مريض بالتوحد بيبقى الاعراض بتاعته عنف، ولا لازم يكون في عنف؟ لا، جزء منها، لكن زي ما قلت لك في درجات. اوكي، فمش كلهم عندهم العنف، لكن من ضمن الاعراض في عنف، لكن بدرجات معينه على حسب درجه المرض او وجودها ايه. في عنف، وكمان العنف بيزيد لان الولد حاسس ان هو مش عارف يعبر عن نفسه ومش عارف يتكلم، فبيتغاظ بيتضايق لانه مش عارف يقول هو عايز ايه. بيشوف انا يعني، هو الولد ده جاء ليه اخ سنتين، اخوه بيتكلم وبيطلب حاجات من بابا وبيعبر بالكلام. فالولد اللي مش بيعرف يتكلم عامه كده، يعني في ام كانت بتحكي لي ان الولد متاخر عن الكلام سنتين، هو ما اتكلمش خالص، عصبي جدا وغضوب جدا. فجزء منها ان هو عدم مقدرته انه ينجز في الكلام ويعبر عن نفسه، ده بيضايقه، بيحصل له فرستريشن ويتضايق ويغضب. لكن جزء من المرض نفسه في ميل للعنف والغضب الشديد. طيب معلش انا هرجع سنه لورا، لكن حضرتك قلتي في وراثي وفي كمان في الجنين وهو بيتكون في بطن الام من ادويه او من جو او من الحاجات كتير قوي حضرتك قلتيها، لكن ممكن يجي المرض بعد ولاده الطفل بوقت، من اسلوب، من صدمه في الناس، من تعامل غلط كده، ممكن بعد ولادته وادراكه لحاجات كتير ممكن يجي له المرض؟ هو معظمه ولا لازم بيتولد بيه؟ يعني دايما بيتولد بيه؟ مش لازم، ولا ممكن من طريقه تربيه غلط يجي له مثلا مرض التوحد؟ لا، مش طريقه تربيه غلط هي، او صدمه نفسيه، مش قوي كده. لكن طبعا لو انا عرفت من البدايه ان هو عنده المشكله دي، لازم هتعامل معاه بطريقه معينه، فالمشكله ما تزدادش عنده، مثلا ما يتضربش عشان مش عارف يتكلم مثلا يعني. لكن هو بيتولد عنده استعداد ان يحصل له المرض، لكن العوامل الثانيه بقى اللي هي المحيطه اللي اتكلمنا عنها، او يتعرض للمبيدات والحاجات دي كلها اللي احنا اتكلمنا عنها، حتى بعد الولاده مش بس لما الام تكون حامل، لو هو الطفل ده اتعرض للحاجات دي او بياكل اكل مش مظبوط، في بعضهم في ماده اسمها الجلوتين، ما اعرفش هنا يعني في بعض الاكلات فيها، بيقول لك برضو معدته والحاجات دي مش بتستقبل الماده دي في الاكل، وممكن كمان تكون بتبوظ اكتر او الاعراض بتزيد اكتر لانه بياكل اكل مش ليه، ما ينفعش معاه. طيب يعني انا خليني بس عشان بقى يعني ابقى فاهمه الموضوع، وكمان عايزين المشاهدين يبقوا عارفين، لكن في كل الحالات لازم يكون بيبقى مولود بيه او عنده استعداد، يعني هو في حاجه عنده استعداد، يعني في حاجه مختلفه في الطفل ده، فانا علشان مش ببقى عارفه في الاول طريقه اكله واسلوبي تعامله بيزود الموضوع، بيزود او ان انا بكتشفه وبيتم علاجه بقى فالدنيا بتقل شويه. مظبوط. طيب ازاي ممكن اكون بكتشفه؟ ونطلع فاصل اللي جاي، يعني انا عايزه اعرف الاول قبل الفاصل ازاي نكون بنكتشف المرض في اولادنا، وخصوصا لو في سن بدري عشان ينفع ان احنا نعالجه بدري. هنا بقى حته ان الوقايه خير من العلاج، في انه ان احنا نتفتح ونقرا ونسمع وبرنامج زي كده او كتب او اي حاجه، الامهات اللي الحامل واللي هيولدوا لازم يكون عندهم وعايه كامله بالمرض ده وايه اللي بيسببه واعراضه ايه. لكن عامه الدكتور دايما مثلا بتاع الطفل لما الام بتاخده للدكتور بتقول له مثلا، الدكتور بيسالها بعض الاسئله لانه ممكن لسن سنه ونص تبتدي تظهر عليه علامات معينة قد تؤدي انه فعلا هيقلب على الاوتيزم. فمثلا بيقول لك على 18 شهر الدكتور بيحاول يسأل الام، هل نموه طبيعي في الحركة؟ هل بيعرف يتكلم؟ طيب هو ده الشهور، هو طبعا بيعرف يتكلم، هو ده هيبقى بعد سنة، بعد سنة. لكن سنة ونص، لكن مش قبل سنة، يعني انا ما اقدرش اكتشفه قبل سنة. لا، بيقول لك تقريبا حوالي 18 شهر، يعني سنة ونص. سنة ونص. يعني أنا ممكن أكتشفه على سنة ونص، متأخر شوية في المشي، متأخر في الكلام ده كله. وبرضه ما عندوش اتصال اجتماعي. صدقيني هو من قبل كده كمان، يعني حتى يمكن من شكل القعدة قادر يسند نفسه أو مش قادر يسند نفسه، يعني متهيألي في حاجات عوامل تانية قبل ما يقدر يتكلم أو
ما زي ما احنا قلنا في تاخر في الحركه يعني ممكن مش عارف يقعد كويس في السن اللي هو بتاع 4 شهور يقعده مثلا او 6 شهور يسندوا نفسهم كويس هو مش عارف في حاجه مختلفه دايما الام هتلاحظ ان في الولد ده مختلف شويه في نموه ومش بيبص لي ومش بنادي عليه مش بيسمع لي ولا بيضحك ولا بيكشر ولا بيعمل ما فيش اي تعبيرات على وشه بناديله باسمه هو مش هنا اقول له يعمل حاجه دي مش فاهمها وعايش لوحده زي ما بقول لك وينزل تحت الترابيزه يقعد له 10 دقائق ولا حاجه كده مثلا يعني ففي حركات معينه وطبعا زي ما قلت لك التاخر في انواع كثيره ده مش عايزين نخض النهس لكن عايزين نقول مش هنخض بالعكس كويس ان نستشير الدكتور ناخده في السن ده وكمان بالظبط لو الام لاحظت حاجه من دي مهم ان هي تروح بيه للدكتور مش بس لا تطنش لا ده لسه صغير لا 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 ابني ما فيهوش حاجه زي الفل لان احنا للاسف زي ما قلت في المقدمه المجتمع بتاعنا بيرفض فكره مرض نفسي رغم ان هو زيه زي اي مرض عضوي لكن مهم جدا بالعكس الحاجات دي هتخلي الام هي اللي بتكون بتكتشف وبيها تروح للدكتور بس هم بياخدوا صدمه في الاول فالامهات فعلا زي ما انت بتقولي هم مش عايزين يصدقوا ان الولد عنده مشكله ففي امهات ندموا ان هم قعدوا لست سنين الطفل طبعا ما قالوش حاجه للدكتور او سابوا الاعراض مكمله كده لكن في نفس الوقت انا مش عايزه اخد الامهات لان عارفه بعضهم بعض اللي بيسمع ده ماشي متاخر شهرين لا مش شرط بس انا بقول لك كل الظواهر دي مع بعض قد تكون مؤشر انه ممكن يكون عنده المرض ده فحلو زي ما انت قلتي اول ما احس ان في حاجه مش مظبوطه مش وحش ان انا اسال ما يمكن فعلا عنده او ممكن الدكتور ياشرني او يعني يهديني انه لا هو مش كده او ويت اند سي يعني هنستنى وناخد ملاحظه الطفل نموه ده هيبقى ازاي وعندهم مشكله طبعا في انه يتعلم التبول والتبرز او استعمال الحمام ما هو يبقى تاخر بقى في كل حاجه ممكن تكون محتاجه اوردر من المخ كده يعني ممكن يكونوا معرضين لكده طيب هنطلع على الفاصل اللي جاي اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل جاي هو اختبار مش شخص مريض نفسي ولا عنده مشكله لكن واجه مشكله نفسيه من صدمته في ناس كتير اتعرض لاحساسه بان هو مكتئب احنا هنسمعه هيقول ايه لكن مهم جدا ان احنا نركز في كلامه وهرجع وهعلق عليه نطلع فاصل ونرجع نكمل شخص منطوي قوي كنت على طول بعد وحدي ما بعرفش اقرب من الناس ما بعرفش اصاحب ناس اصلا كبر جوايا حته كآبه كنت زمان بعبر عن الكآبه بالتبول اللا ارادي لغايه سن 13 سنه دوت ما فيش في الاطفال حاجه اسمها نفسيا كئيب ما فيش في الاطفال دي كده هم بيعبروا بجسمهم كده لكن لما بيت اكبر في سن المراهقه ابتدى يبقى عندي مشاعر تكبر هي موجوده لكن كبرت في السن ده فاحساسي احساس الفضا ده ملاني حته فاضيه كده ملاني مش في حاجه كبيره ناقصه اللي هي وخلت عندي كآبه وخلتني كتير افكر في الانتحار بس ربنا اتعامل ربنا صالح قوي وهو بيغير هو الوحيد اللي يقدر يخلي الواحد كان وباقي وناس تشهد عليه ناس تشهد عنه وتقول شفت كذا كان كذا وبقي كذا ربنا هو بس اللي يقدر يعمل كده في مؤتمر شفاء النفس انا اكتشفت ان في جروح قديمه انا مش قادر اكفر الناس مش قادر احب الناس مش قادر اقبل الناس على طول في حالي منطوي واعتمادي لقيت ربنا بيكلمني بيقول لي اغفر لنفسك واغفر للناس انا غفرت لك من ساعتها انت من ساعتها مش راضي تغفر لنفسك من ساعتها مش راضي تغفر للناس خد مني واديهم
فانا لما قلت له ولما صليت له هو غير فيا. هو اللي خلاني اعرف احب الناس. لما رنمت الترنيمه في المؤتمر الناس كانوا بيكرهوني وحبوني، قالوا لي احنا اسفين ان احنا كنا بنكرهك. في ناس ما كانوش بيقربوا مني بس بيقربوا مني. ربنا كافئني، ربنا انا قلت له ماليش غيرك، انت بس اللي هتتعامل معايا. انا مش عارف اتكلم الناس بس انا هكلمك انت بس، انت اللي هتتعامل معايا مش حد تاني. فلما اتعاملت معاه هو بس الشهر اللي فات ده لقيته بيكافئني بالناس، بيقول لي الناس هتحبك وتقرب منك، انت هتلمس الناس. في المؤتمر ده ربنا كلمني على لسان ناس، قالوا لي انت هتجيب ناس كتير لربنا، انت هتكلم ناس كتير قوي يعرفوا ربنا بسببك. كذا من جوه من الشباب ربنا قال في روح الرؤية والحكمة، روح الرؤية والإعلان، الشباب دول ربنا استخدمهم انهم يقولوا لي كده. ربنا بيبنيني قوي، ربنا بيكبرني. انا زمان كنت بكتب، لكن كل ما بكتب كل مرة ربنا يغمرني اكتر فبكتب حاجات اعمق، يغمرني اكتر فبكتب حاجات اعمق، يغمرني اكتر حاجات اعمق، مش حاجات مفكر فيها وبس وزن في القافية والشعر. لا ربنا بحكي اختبار حاجات ما تتقالش في الكنائس. الترانيم ما ينفعش تتقال في الكنائس بس، الترانيم ممكن تسمعوها بس ما ينفعش تقولوا حاجات راب في الكنيسة، لكن كلامها قوي، كلامها بس كلامها متعاش. كل شوية ربنا مقرب منه يخليني أقول كلمات في محضره أكتر، كلمات متعاشة، كلمات فيها اختبار. فعشان كده الناس بتتلمس بالترانيم دي. الترانيمة دي بالذات دي أقرب وقت الشهر اللي فات، فكان أكتر وقت أقرب فيه من ربنا أوي، أو ربنا يلمسني بالصورة دي. فطبيعي إن الترانيمة دي تأثر فيك. ربنا اتعامل معايا أوي، غفرت للناس وقال لي اغفر للناس. كنت بطلب منه يشفيني، شفاني نفسي، وبطلب منه يشفي جسدي، نظري ضعيف، لكن لو ما شفاش ايه المشكله؟ انا بيديني نعمه، لكن بطلب كده، بطلب انه يشفيني عشان انا محتاج شفاء. لو ما ادهونيش انا عارف انك هتديني نعمه. انا مكتفي بالاثنين بالنسبه لي حلوين، سواء عينيا حتى لو مش بشوف فانت هتمجد اسمك برضه. فربنا صالح قوي، ربنا حكيم وعارف هو بيعمل ايه. انت اسكت بس، اسكت بس، هو هتشوف هو هيعمل ايه. سلم له كل حاجه وهو هيعمل بيك عجائب، هيعمل بينا عجائب. انا بس مثال ان سلمت له كل حاجه وربنا هو بيديني حصاد. لو زرعت حاجه تانية هحصد غيرها وهشوف بعدين. انا دلوقتي بشوف اللي انا زرعته، ربنا بيوريني وهو الناس قدامي، ربنا الناس شاهدين. بس ده اختبار. زي ما شفنا اعزائي المشاهدين، ده شاب اكيد كتير قوي مننا عارفينه، ده جوزيف صابر، شاب عنده 18 سنه بس اللي يسمع كلامه وعمق كلامه يقول عنده 50 سنه ويمكن اكتر. جوزيف صابر كان سبب بركه لملايين من الناس، وكان سبب بركه ليا انا شخصيا من كلامه واختباره وقصه حياته والترنيمه اللي كتبها، وكلمات كتير قوي جميله كتبها، لكن كانت كلها عميقه جدا ومن فعلا بإرشاد الروح القدس. اللي عايزة أوصله لكم، رغم أنه هو اتصدم في الناس وواجه وكان بيبعد عن الناس وكان في وقت مش حابب أنه هو يختلط بالناس، أو يعني حاسس بأنه هو الناس مش بتحبه، لكن طلب وجود الرب والرب تعامل معاه وشفى نفسه زي ما هو بيقول. اختبار حقيقي. وجوزيف دلوقتي في السماء، هو اسمه ابن السماء، جوزيف صابر. اللي عايزه اوصله لكم، مهما كانت المشكله اللي بنواجهها، او ابني شاف في ايه، او مرض عضوي او مرض نفسي او اي مشكله، لكن وجود ربنا في حياته وفي حياتنا بيفرق كتير قوي.
جوزيف صابر ربنا استخدمه رغم ان هو وقته كان قليل وعاش قليل، لكن ربنا استخدمه لبركه لملايين من الناس. واحنا بعد شويه هنسمع ترنيمه اللي من كلماته وتلحينه، من تلحين وكلمات جوزيف صابر بعد شويه هنسمعها. لكن مهم جدا حياتنا الروحيه، ومهم جدا علاقتنا بربنا، ومهم جدا كمان ان احنا نكون حريصين ده مع اولادنا. طيب دكتوره، يعني انا دخلت في جزء روحي بس مهم جدا، لان الناس بتحس بان خلاص الصوره بقت سوده، وان الابن ده او البنت ده لا ضاعوا، لكن لا، ربنا يستطيع مزبوط. كل شيء ولا يعثر عليه. بالظبط. اوكي، انا عايزه بقى الاول سؤال يمكن انا سالته قبل كده، هل الطفل بيولد بهذا المرض ولا ممكن يصيبه في عمر سنتين؟ بس حضرتك جاوبتيني، لكن لو اكتشف المرض بدري في المراحل الاولى، هل من السهل علاجه ولا برضه هيبقى صعب وممكن يواجه مشاكل كتيره، ولا هيبقى فيه علاج نهائي، ولا لا استغل المرض ممكن يبقى اخف شويه؟ اشرحي لي. وطبعا كلهم بيشجعوا ان الاكتشاف البدري والتدخل العلاجي البدري بيبقى احسن بكتير خالص عن ان احنا نستنى. بيحسن جدا من كل الاعراض اللي احنا اتكلمنا فيها، بيقلل من شدتها، بيعلم الطفل المهارات في الكلام، مهارات الاجتماعيه، برضه بيشغلوا شويه العضلات بتاعته، الالعاب الرياضيه، كل الحاجات دي بيستعملوها. هنيجي في نقطه العلاج وطرق العلاج. ف يعني شيء رائع جدا، وعشان كده احنا بنشجع انه لو الام لاحظت تاخير في حاجات كتيره في السن الصغير، مش هيضر ابدا انها تروح تستشير الطبيب، تطمن حتى لو هو بعيد عن الحته دي كده. بس على الاقل تطمن. بس انا عايز دي كمان سؤال، هل بتروح لدكتور ايه؟ مفروض دكتور الاطفال، ولا دكتور اطفال الاول وهو بيوديها، او هيبقى عارف يعني؟ لا، الدكتور الاطفال لازم يكون عنده المقدرة أنه يشخص المرض، فده طبيب فلازم هيكون عارف يشخص المرض. لكن في العلاج الولد محتاج حاجات كتيرة وناس كتيرة، هندخل في الموضوع ده في نقطة العلاج. لكن كل ما احنا اكتشفنا بدري، عملوا إحصائيات كتيرة، دايما العلاج اللي بيبتدي في السن الصغير بيدي نتائج أحسن بكتير عن احنا لو استنينا. لكن بيبقى علاج تام بيرجع طبيعي ولا لا؟ يعني في حاجات اختلافات بس قادر يتعايش مع الدنيا. المرض مش بيتعالج، لكن هو بيتحسن اعراضه، يعني مش بيتعالج خالص، يعني ما بقاش عنده اوتيزم. المرض موجود، لكن فعلا هم بيتعلموا مهارات كتيره، بيبقوا ناجحين في الحياه، بينفع يتعلم يروح المدرسه، بيتعامل مع الناس، فبيبقى شخص عنده ملكات رائعه، بيعرفوا نقط القوة عنده. هم بيحبوا معظمهم الميوزك والحاجات الفنية والدانس وحاجات كده، فبيبقى عندهم مواهب حلوة. فإحنا لو شفناها وشجعناهم أنه يكبروا فيها، ما ده يرفع من نفسهم ونفسيتهم وكده، وإحساسهم بصغر النفس ده هيخف يعني في الموضوع ده. لكن يعني فعلا اللي بيكتشف بدري بينفع ان هو وينفع انه يبتدي حاجات كتيره لتحسين الاعراض او تقليل الاعراض، عايزه اقول بيكبر بيبقى، بس مش هيكبر ويبقى 100% زي الشخص العادي، ده مش هيحصل. طيب لو ما اكتشفش، ايه التطور بقى اللي بيحصل للمريض لو ما اكتشفش؟ طبعا في اصابات، يا هو بيصيب نفسه يا بيصيب الاخرين بسبب العنف الفظيع، لانه كل ما يكبر ومش عارف يعبر، ما عندوش اصحاب خالص، يعني هو وهو صغير بيبقى سنه مش باين قوي، او باين في حركته او في طريقه كلامه او لما بيبتدي يتكلم، بس بعد شويه كل سن او كل مرحله بيزيد بحسب بقى المرحله اللي وصل او الحركه اللي ابتدى يوصل لها، ولا بالظبط بيزيد طبعا. يعني لو هو عنده غضب شويه هو صغير بيزيد اكتر، لان الفراستريشن بتاعه ان هو محبط، مش عارف يتعامل مع الناس، مش عارف يلعب معاهم، محدش عايز يلعب معاه لانه غريب، مش بيبص، مش بيضحك، عايش في العالم بتاعه، مش بيلعب اللعب بالطريقه العاديه، هو بيلعب اللعب بانه يرصهم بطريقه معينه وخلاص مثلا. فهو هيعاني كتير، فهيبتدي عنده مشاكل كتيره، ممكن يحصل له اكتئاب وانعزال اكتر، لانه هو ما عندوش فعلا المهارات الاجتماعيه خالص. ممكن يكون بيفشل في دراسته لانه ما عندوش الملكات الذهنيه اللي هي ما عرفناش ننميها بسبب هو التدخل بدري، هو صغير. التدخل العلاجي المبكر،
فبيحصل زي ما قلت لك بقى خطوره في انه ممكن فعلا يعني يخلع دراع اخوه مثلا، ممكن هو يخبط راسه في الحيطه بحيث يحصل له حاجه في راسه او في المخ. ممكن طبعا مثلا يرمي حديده مثلا في الشارع على حد، يعني في تصرفات مش هتبقى واعيه وفيها عنف جامد، وممكن يدخل في حاله بقى من الاحساس بصغر النفس وعقده صغر النفس والحاجات دي كلها، طبعا بتدخله في حاله نفسيه مش كويسه. بيحصل له فشل في الدراسه، بيحصل له ان هو مش ناجح في اي حاجه، فدي احساس صعب جدا جدا على الطفل انه يحصل له. انا جالي ولد 18 سنه. يا خبر، 18 يعني سنة. 18 سنه هم اهاليه مش اهله مش عارفين عنده ايه؟ لا هو عشان في امريكا هنا اتشخص بس ما خدش كل طرق العلاج اللي تساعده. فمازال عنده مشاكل، لكن لما بيعرف الاب والام المصادر الكتيره اللي ممكن يستخدمها لعلاج الولد ده او يعني تقليل الاعراض وزياده المهارات اللي عنده بيفقد حاجات كتير. وعايزه اقول لك ان احنا هنا في امريكا عندهم اهتمام غير عادي بالمرض ده وتشخيصه وكتير ووسائل ومصادر كتيره متنوعه لمساعده الاب والام والطفل بطريقه غير عاديه. بس زي ما بقول لك، يا اما الناس بتكسف تشخص مش عايزه تشخص، يا اما المدرسه شخصت بس ما خدوش الاب والام ما خدوش خطوات اكتر ومثلا واجهوا صعوبات في المدرسه، لان ساعات المدارس مش عايزين يحطوهم في فصل خاص ولو انه هو محتاج فصل خاص. ده لازم لان يعني. ده بيكلف تقريبا معظمهم بيدخلوا فصل خاص. يعني الولد بتاع 4 سنين ده انا شجعت الاب ان هو يكلم الديستريكت السكول ديستريكت في المكان، في الاداره التعليميه، الاداره التعليميه في المكان اللي هو عايش فيه، ويطلب ان هم يعملوا له امتحانات معينه، بيعملوا تشخيص معين. بس ده هنا، لكن مش بينفع للاسف. انا مش عارفه في مصر دلوقتي إيه. لكن اكيد الوعايه بيه اكتر موجوده، بس ما اعرفش انواع العلاج بتتقدم زي المصادر الكتيره اللي عندنا ولا لا. لكن هقول لك مصادر كتيره في موضوع العلاج اكتر يعني. لكن طبعا في خطوره ان هو طب لو 18 كده. سنه ده يعني ايه بقى ظروفه؟ 18 سنه طبعا عنده احساس ان هو غريب، ويرد، بيقول لي انا مش نورمال. هو حاسس ان هو مش طبيعي، وعنده اكتئاب، وعنده عنف رهيب فبيدوا له ادويه، وعنده بيسرق فلوس عشان يشتري البيدز اللي هي ايه، الاحجار الصغننه كده اللي بتلمع دي، الزلط اللي بيلمع. عنده، ما انا بقول لك كده، بيحبوا حاجه معينه بيبقوا اوبسيست عليها، يعني مش قادرين يعيشوا منها. بس ده ممكن يعمل بيها حاجات جميله. هو بيعمل بريسلت، بيعمل غوايش. بس هي داخله للاكستريم ان هو بياخد فلوس عشان ينزل يشتري من ورا اهله عشان كل الحاجات دي. طب ما هو متهيألي لو هم اهله ساعدوه ان هو يجيب الحاجه دي هتتحل مشكله السرقه ولا ايه؟ ولا برضو ما هو للاكستريم، هو مش هيجيب بالحاجه المعتاده ويعمل بالحاجه المعتاده. هو صار مرضي شويه، الاتجاه ده مرضي عنده، واخده بالك؟ حاسس انه هل هيقدر يشتغل ولا لا، هل الناس هيقدروا يتقبلوه زي ما هو ولا لا، فعنده مشاكل نفسيه كتيره جدا. وبرده في السيشن في القعده ابتدى يكرر مثلا جمله يمكن 5 6 مرات، يكرر نفس الحاجه، يكرر نفس الحاجه. فالمرض اعراضه كبيره وواضحه عنده، لكن هم قدروا يعني يسيطروا عليه ببعض الأدوية، واديناهم بعض المصادر برضو اللي تساعده أنه يكون في بعض الفصول اللي بينموا المهارات بتاعته في السن ده، عشان يبقى بيقدر يبقى عنده شغل على قد إمكانياته الذهنية. طيب معانا تليفون، بنت الرب من كاليفورنيا، أهلا بيكي. أيوة، مساء الخير. أهلا، مساء النور، أهلا بيكي. ربنا يبارك ويكافئكم على البرنامج الجميل والمشكله اللي بيعاني منها الناس وعايشين يعني قلقانين على اولادهم. لو سمحت، في مشكله. يعني الطفل كان اللي تشوفيه تقولي ده طبيعي وكويس، لما كان 4 سنين كان كويس وكان كل مراحله كويس، يعني مشي زي الأطفال التانيين، كان بيتكلم زيهم، كل حاجة كويسة. بس هي المشكلة اللي هي العنف
انه او التصميم على حاجه معينه ولازم الحاجه دي عايزها يبقى لازم هي دي. هو دلوقتي عنده كام سنه او دي المشكله دي ظهرت امتى؟ 10 سنين من وهو صغير كده المشكله دي موجوده ولا لما وصل؟ يعني كان فيها بعض العنف حاجات بسيطه يعني لكن لما ابتدى وهو في ثالثة ابتدائي تقريبا ابتدت تظهر الحكاية دي من تقريبا آخر ثانية وأول ثالثة ابتدى بقى العنف وعايز يبقى عنف مع الأطفال يصمم على عايز حاجة يبقى لازم يصمم عليها هي دي يعني هي دي فعمل مشكلة يعني و في ادويه كتبها لها دكتوره في القاهره وهي ريسبردال. هو الطفل ده في القاهره في مصر؟ في القاهره موجود في مصر. اوكي. يعني انا عايزين نفهم هل ده ممكن يكون مرض التوحد ولا عنف بس وكده ولا ايه عايزه يعني احنا مش عارفين لان يعني هو مش توحد يعني زي ما الدكتوره بتقول في ثلاث مستويات هل هو يعني المستوى القليل قوي اللي ابتدت بيه الدكتوره انها تقول في مستوى صغير وبعدين في متوسط وفي اكبر يعني ما كنتيش تقدري تميزي يعني ده عنده الحكايه دي ولا ما عندوش لكن ابتدى يبان التصميم على الحاجه والغضب والعنف ده ابتدى يبان في لما مثلا كان في اخر سنه رابعه او في سنه رابعه فهل يعني عايزين نعرف يعني هل المشكله دي هتفضل تزيد؟ هل الدواء ده ليه او الادويه الدواء اللي بياخده ده هل يعني انا قريت عنه حاجات مش حلوه ليه اعراض جانبيه يعني هل ليه اثار جانبيه يعني تؤدي لحاجات فظيعه وبعدين الحاجه الاخيره عشان مش هطول معاكم يعني يروح فين يعني هو دلوقتي في المدرسه مش يعني في مدرسة عادية طبعا في فصل عادي صح في مدرسة عادية مع أطفال عاديين طبيعيين مع أطفال عاديين وكان ماشي كويس وبعدين الحاجة اللي احنا ملاحظينها إن هو ذكي يعني الماس في منتهى الجمال اللي يعرف عارف جدول الضرب كله يعني استيعابه كويس زي طفل طبيعي يعني وبيذاكر كويس قوي يعني هو بيذاكر بالعافيه بس المعلومات اللي عنده معلومات كويسه ويستوعب بسرعه بس لما يقعد يعني يركز فلو سمحت يعني عايزين نشوف أوكي. احنا يعني هل الاول يعني دي حاجه مش طبيعيه لان ابتدى العنف يزيد خالص حاجه غير محتمله يعني زي ما بتقول الدكتورة بيرمي حاجات مش عارفة بيعمل ايه ممكن حاجة تأذي حد تاني دايما بيأذي حد تاني ولا هو الدكتورة قالت بيخبط راسه في الحيط ويعور نفسه مش لا عمره ما خبطش راسه خالص اوكي بشكرك جدا وحاضر هنجاوب على اسئلتي دلوقتي حالا شكرا لك. طيب هو اول سؤال العنف هل ممكن يكون درجة من درجات الأوتيزم يعني العنف اللي عنده هل ممكن يكون درجة من درجات الأوتيزم واستأذنك عايزين نعرف يعني بعد ما نجاوب على أسئلتها كل درجة إيه الأعراضها يعني عشان نبقى نوضح قدام المشاهدين كمان إيه الأدوية اللي بياخدها للعنف هي قارت اسمها ايه الروشيتا او مش عارفه الاعراض الجانبيه للدواء وخصوصا ان العنف بيزيد جدا ومع الغير يعني انا حتى مش مع نفسه زي ما حضرتك قلتي وبتقول ان هو عادي نموه عادي بيفكر كويس ذكي استيعابه كويس ايه تشخيص حضرتك وهيروح تروح فين هي دي مشكله في مصر بقى لا الطفل ده ما اعتقدش انه عنده التوحد وانا عايزه يعني احنا اتكلمنا عن العنف فانا عايزه بس انا عايزه اقول ما تخافيش وفي علاج ولو الادويه دي مش نافع معاه الاطباء يعني الشاطرين بيعرفوا يدوا له الدواء الكويس
او ممكن يكونوا بيستعملوا المشير والتهذيب السلوكي. بعض الطرق التانية اللي هي مش بتعتمد على الأدوية ممكن تكون برضو هتساعد الطفل ده، لكن ما اقدرش اخد انه الغضب هو اللي بيخليني اقول ده تشخيصه التوحد. يعني احنا قلنا اعراض كتير، ما اقدرش اقول العنف والغضب الجامد ويرمي حاجات، دي بتحصل كتير. ويمكن احنا اتكلمنا في حلقه قبل كده عن العنف في الاطفال، يعني هوب الاخت تسمع مش عارفه الحلقه الثانيه هتلاقيها في، احنا اتكلمنا في حلقه من اسبوعين تقريبا عن العنف في الاطفال، وهتلاقيها على الويب سايت www.karmatv.com او على اليوتيوب، يعني لو عملتي سيرش على برنامج من الحياه. ومهم انك انت ترجعي علشان تعرفي كمان في اسباب ثانيه للعنف كتيره غير الاوتيزم، وكلمنا عن علاج وازاي بنتعامل معاهم. ولا ونقطه كمان مهمه احنا قلناها، ممكن وهم عشان هم ساكتين من هو صغير عن حاجات قليله او عنف قليل، فممكن يكون اتمادى بقى هي ظبطت معاه يعني فزاد. دي الحاجه اللي ممكن قوي، بس عشان هي اكتر حاجه تعباها موضوع العنف مع الغير كمان، مع الغير ما هو مع اصحابه لانه فعشان كده زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت بحاول اعرف ايه الاسباب اللي ادت للعنف ده. هل هو من غير لا شيء خالص؟ هل ليه اخ اتولد قريب؟ هل في مقارنه جامده في البيت؟ هل في اسلوب قاسي جدا في التربيه؟ او هو مدلل زياده لما كان بيعيط ويزعق ويرفص بياخد اللي هو عايزه فكبر وعارف ان دي الوسيله اللي يتعامل بيها، او بيتضرب جامد في البيت فبيروح في المدرسه يضرب اصحابه وعنيف جدا وكده، بيتعامل بعنف فهو بقى بيبقى عنيف بالظبط، يلعب العاب كلها عنف. لكن لو العنف بتاعه شديد لدرجه ان الدكتور اداله او ادويه، فجايز يكون العنف بتاعه تعدى المستوى اللي معقول، يعني اللي معقول. انا مش عارفه الادويه اللي هو بياخدها ايه عشان اقدر اقول، يعني زائد انه لو في اعراض جانبيه ممكن تكون اعراض بسيطه، لكن لو فيها اعراض زياده جدا هي لازم تستشير الدكتور اللي اداله الادويه دي وتساله عن الحاجات دي. لكن بعضنا عشان بنخاف زياده بندخل على الاونلاين يعني على الكمبيوتر ونبحث جامد قوي عن الامراض، بحيث بنركز بس على الاعراض الجانبيه اللي هي فظيعه جدا وخطيره جدا، ونبتدي نخاف ويدخل لنا التوتر او الخوف يعني. لكن حاجه زي كده ليها علاج لو احنا اكتشفنا كل الاسباب. ومهم ان هو يروح لدكتور نفسي كمان، حد متخصص يعني. بالظبط كده. عشان كده انا قلت في التهذيب السلوكي بالزبط. وفي المشوره. فانا افضل ان هم يبتدوا كده. طبعا انا مش ضد الدكاتره اللي بيعملوا الادويه، لكن بفضل انه تبتدي مع مستشار او مشير أمين او سايكولوجيست تتكلم معاه في الحاجات دي، ويبتدي هو يعني يديها بعض الافكار ويتعامل مع الطفل في الطريقه اللي يقدر يكنترول او يسيطر على الغضب بتاعه، ويعرف ازاي يقلل العنف اللي هو بيعمله. ففي طرق كتيره للتعامل معاه، لكن انا عايزه اطمنها جدا انه كل حاجه ليها حل. واكتر من كده الاختبار الرائع اللي شفناه ايد ربنا ممكن تعمل معجزات، حياته الروحيه وعلاقته بربنا والنمو الروحي هيفرق جدا. وصلاه الوالدين وايمانهم في الرب وكلمه الرب وتمسكهم بوعود الرب عن اولادنا وعن نسلنا، ده بيعمل حاجات احنا ما نقدرش نعملها. بالظبط، بيعمل فرق رائع وكبير جدا جدا. طيب انا عايزه الاول قبل ما ادخل بقى للسؤال، بس نرجع سنة علشان بنت الرب، يعني انا محتاجه اوضح ايه، يعني حضرتك قلتي ده ثلاث مستويات، يعني عايزه اعرف ايه اعراض كل مستوى، يعني المستوى الاول ايه اللي ممكن اشوفه، المستوى الثاني ايه اللي ممكن اشوفه، المستوى الثالث بقى اللي هو اكتر حاجه اللي انا ممكن اشوفه او الاصعب حاجه. هو ممكن يعني المستويات الثلاثه فيها تقريبا اعراض مشابهه بس بحده مختلفه. اوكي. يعني ده مش بيكسر قوي، ساعات كده بيلعب مع اخوه شويه 5 دقائق 10 دقائق ويسيبه، ده يعني كده عنده بعض الـ يعني المهارات الصغيره المحدوده الاجتماعيه اللي ممكن يكون بيعملها مع بعض الاطفال. ممكن ما يكونش عنده مشكله الغضب بالطريقه اللي بتضره او بتضر غيره. ممكن يكون هيتعلم الكلام اسرع شويه من النوع الثاني او الثالث اللي هو
جامد جدا جدا يعني. فهو تقريبا الاعراض متشابهه، الاعراض نفسها هي هي، بس الحده او الحده العنف او وبعض الاعراض بتبان في الاول وبعضها بيبان اكتر، بتزيد نسبه الاعراض الثانيه اكتر واكتر ممكن بعد كده، لانه خصوصا لو جه معاه مرض الاكتئاب والانكزايتي او التوتر والقلق، لانه حاسس ان هو مش ناجح في حياته، حاسس انه غريب، حاسس انه مختلف، فكل الحاجات دي بتكتر خطوره أو المستوى بتاع الخطورة بتاع المرض ده. طيب معنا تليفون الأخ جرجس من نيوجيرسي، أهلا بحضرتك. هلو هلو، أهلا أخ جرجس، اتفضل حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، بس أنا بتكلم من نيويورك مش بتكلم من جيرسي. أوكي نيويورك قريبين من بعض. اتفضل. أهلا حضرتك. حضرتك بس أنا كان معايا ابني، هو متأخر في الكلام. اوكي. واسنانه متأخرة، هو لسه ما كملش سنتين، هو عنده حوالي 22 شهر بالظبط. اسنانه ما فيش اسنان خالص؟ لا هو في اربع اسنان فوق واثنين من تحت. اوكي. ما بيتكلمش غير بيقول بابا وماما، ده مام. مش اكتر من كده. او لا بابا وماما ولا سنه كام؟ اوكي سنه 22 شهر. عايزه تسالي عن حاجه قرب تاني؟ قرب يكمل سنتين. قرب يكمل سنتين. عايزه تسالي عن حاجه عنيف او يعني ده لسه صغير؟ مخضوض عشان السنان وعدم الكلام ولا شيء؟ انا مخضوض عشان خاطر عدم الكلام والسنان. تاني حاجه هو بيمشي طيب؟ هو بيمشي كويس. أوكي. وبيجري وبيلعب بس عنيف شويه. اوكي. وبيصمم رايه على الحاجه، هو ممكن احايله وابدله غيرها، بس يعني هو لما بيصمم على حاجه بيبقى وحش. بيزيد؟ طيب يا اخي جرجس، يعني دكتوره ترد على حضرتك. يعني تشخيصك، بشكرك، شكرا لك. تشخيص حضرتك ايه؟ ممكن يكون الاوتيزم ولا ممكن يكون حاجه ثانيه، والمفروض يعمل ايه؟ احنا ما سمعناش هل عنده فعلا الانعزاليه، هل عنده ان هو مش احنا كنا حابين ان احنا نساله، لو هو معانا دلوقتي احنا ممكن نساله، يعني عايزين نعرف هو سمع عن الاعراض كلها. هل بس في اوكي اخي جرجس حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم. هو في تاخر في الكلام. طيب هو بيحب يقعد لوحده، مش عايز ناس كتير؟ لا هو بيحب الناس. بيحب الناس. اوكي ايه تاني اسئلتك؟ بتكلمه بيبص في عينك ولا مش بيعمل اي بيبص في حته ثانيه، بيحاول يعمل حاجه ثانيه غير ان هو يبص؟ بالظبط. مش بيبص لك وهو بيتكلم؟ لا، وممكن يبقى فاهم انا بقول ايه بس ما يهتمش بيا. ممكن عشان يبقى عنده مشكله ان هو مش عارف يتكلم، فبيهرب من الموقف لانه انت مستني منه انك تجاوبه. فممكن يكون حاجه زي كده بيخليه. وبعدين انت لازم نشوف هل عنده مشكله في السمع ولا لا، لان بعض الناس الاولاد اللي مش بيتكلموا عندهم مشكله في السمع، فبرضه لازم نشوف مع الطبيب ودانه هل عنده مشكلة في السمع ولا لأ. نعرضه على الطبيب ونوديه لسبيتش ثيرابيست، يعني أكيد أنت عايش في أمريكا، فحد بيديله ثيرابي أو معالجة في موضوع الكلام، وهو مش متأخر خالص أنه يبتدي سبيتش ثيرابي. أكشوالي هم ساعات بيستنوا لغاية سن 3 سنين، لكن لو أنت قدرت تلاقي إمكانية في السكول ديستريكت انه ممكن حد يعالجه في الكلام في الوقت ده، هينجز انجاز رائع، وممكن في خلال سنه بالكثير هيكون بيتعلم يتكلم ويتجاوب معاك وكده. والغضب اللي احنا قلنا برضو عليه انه احتمال يكون لانه متاخر في الكلام، ممكن يكون برضو غضبان. انا مش عارفه عنده اخت او اخ بيتكلموا وهو مش عارف يتكلم، فبيحس ان هو مختلف، او عنده صغر نفس، او غضبان لانه مش عارف يعبر. ممكن يكون عنده فعلا مولود بالاتجاه ان هو مستعد يكون شخص غضوب وشخص عنيف وعنيد، فعشان كده برضو بنحاول نتعامل معاه في الكونسلنج. احنا بنساعد الوالدين ببعض الافكار الكتيره العمليه اللي ممكن تساعد هم يتعاملوا مع الطفل ده ازاي في البيت. وانا مش ده لو هو عنيف وعنيد، لكن مش الكلام قلنا نبعته لاخصائي. فهو لازم الاول يكون بيروح لحد يحدد بالظبط. سمعنا يا اخي جرجس، اتمنى تكون سمعنا.
لازم تروح لحد اخصائي اطفال بيحدد بالظبط ايه السبب تاخره في الكلام. متهيألي لو هو ممكن تكون المشكله بسيطه جدا، ممكن يكون تاخر الكلام ده هو اللي عامل عنده العنف، او ممكن يكون مسبب. وفي اسباب تانية للعنف طبعا، وفي اسباب تانية للعنف في حلقه قبل كده اتكلمنا عنها ممكن تشوفها. لكن لو في تدريب على الكلام زي ما دكتور ابتسام قالت لك، فممكن الموضوع يتحل، وممكن العنف ده ويعرف يعبر عن نفسه. بس موضوع السنان برضه هو ممكن يسال الدكتور، لان نسبه الكالسيوم او الفيتامين دي، فيتامين دي او حاجات معينه الطفل محتاج ياخدها، او تغذيه معينه او اكل معين لازم ياخده عشان يساعد في موضوع السنان. لان برضه انا حاسه انه قرب يكمل سنتين، هو كده متاخر شويه عن برضه الطبيعي يعني اللي ممكن يحصل يعني. طيب بشكرك يا اخي جرجس، شكرا ليك، واتمنى تكون يعني سمعت ايه الخطوات اللي انت المفروض تعملها، وربنا يباركك. طيب قبل ما نطلع الفاصل اللي جاي، ايه بقى خطوره المرض دوت؟ يعني لو احنا سبناه واهملناه خالص لغايه سن زي ما حضرتك بتقولي، ايه خطورته عليه وعلى المجتمع وعلى الناس؟ يعني انا عايزه برضو اوصل للاهل ان هم يركزوا قوي قوي، ومهم جدا نهتم زي ما بنظافه البيبي وصحته الجسديه، لازم نكون برضو نهتم بصحته النفسيه. مظبوط. فايه الخطوره من التطور المرض دوت، او خطورته على المريض وعلى الاسره والمجتمع؟ الخطوره ان الاعراض هتزيد بطريقه جامده جدا، مشكله الكلام ممكن تكمل معاه، العنف ممكن يزيد، ممكن زي ما بقول لك يبقى عنيف مع نفسه او عنيف مع الاخرين بطريقه مش في المستوى الطبيعي، ممكن يدخل في حالة اكتئاب وصغر نفس لأنه مش عارف يعبر عن نفسه، مش عارف يتصاحب، بيبقى عنده خطورة أنه هو ممكن فعلا يبقى عنيف مع أي حد غريب، لأنه هو يعني متضايق من نفسه، متضايق أنه مش عارف يعبر عن نفسه، مش عارف يتواصل مع الآخرين، فممكن أي حد يشوفه في وشه أو ما يعرفه أو ما يعرفوش ممكن يبقى عنيف بطريقة غير عادية. ممكن يدخل في الاكتئاب والانعزال، وممكن يكون بيضر نفسه. في بعض الحالات اللي فيهم اكتئاب ساعات بيقطعوا في جلدهم شوية، ساعات ممكن يعني ربنا يستر وما يحصلش يكون عندهم أفكار انتحار. فكل دي خطوات للأسوأ لو إحنا ما تعملناش مع المرض من البداية، خطورة على نفسه وصغر نفسه والاكتئاب، ويبقى متخلف في كل حاجة، غير ناجح في حياته الدراسية ولا الاجتماعية، وطبعا شايف ان المستقبل بتاعه معتم ما فيهوش اي امل، في علاقاته عنيف، في علاقاته مش عارف يتعامل، في علاقاته بينعزل، في علاقاته ممكن يكتئب، مش عايز يكلم حد، حتى اهله. يعني الام كانت بتقولي بتاع 18 سنه بيقعد في اوضته تقريبا يعني معظم اليوم، بيطلع بس ياكل ويدخل تاني، فهو منعزل انعزال شديد، وهيفضل كده لو الامر هتزيد مش هينفع يكون بيعيش حياته طبيعي، ولا هيجي في وقت هيرجع لعقله، ولا الكلام ده كله، ولا يكون بيشوف اللي زيه فبيحاول يقلده، مش هينفع يعني ده لوحده. اصعب هيكون علاجه او تعليمه للمهارات، كل المهارات اللي ناقصه دي هيبقى اصعب بكتير جدا عن الطفل الصغير اللي احنا اكتشفنا في سن سنتين او حاجه وابتدينا نعالجه يعني، وهو هيكون عالة على نفسه وعلى العيلة وفي في المجتمع، هو شخص مش فعال وهو متخلف ومتأخر، وطبعا زي ما بقولك بيدخلوا في حالة اكتئاب أو التوتر والخوف، وممكن السرقة عشان زي ما بقولك بقى مخ مركز أنه يرص حاجات معينة في البيت كل شوية عايز يجيب منها، بيدخلوا في حالة كده اوبسيشن يعني بيتمسك بحاجة مش قادر يتخلى عنها. اوكي طيب قبل ما نطلع الفاصل، معانا الاخت صباح من ميتشيغان، اهلا بحضرتك. مرحبا. اهلا بحضرتك. سامعاني؟ انا سامع حضرتك، اتفضلي. طبعا اشكركم على البرنامج. شكرا لك. وبرنامج ممتع، واحنا صار لنا يعني فتره عندنا بنت عمرها اولموست راح تصير 16 سنه. 16 سنه. وعندها هذا المرض، وكنا من الصعب نعرف شنو الحالات وشنو الاشياء اللي هم بيحسون بيها، بس احنا اخذنا الفكره الكامله طبعا. عايشين 16 سنه بحاله ما نفتهم معاها. هي زي جسمها كامل بس عقلها تقريبا يعني يمكن طفل عمره سنتين.
متعلقة بينا كثير، احنا نسدد كل احتياجاتها، بس المشكلة حسينا هي من صارت فترة المراهقة عندها يعني صارت العصبية أكثر وبتتعارك معانا كثير، وعندها مشكلة عناد بطريقة يعني كل صعبة، لأنه حتى يعني الطريقة اللي احنا نقولها تشربين المي هي تشربها على طريقتها، وتكرر الكلام كثير 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 بحيث ما تقدر يعني نغير أفكارها ولا طريقة كلامها. أبسط شيء إذا تريد تروح مدرسة ومعكم مدرسة هي بتظل النهار كل واقفة على الباب بصيح أو أنا جو سكول أو أنا جو سكول. يعني هي ما راحتش مدرسة خالص؟ هي بتروح مدرسة سبيشال نيد، وبس مشكلتنا يعني عندها مشاكل بالمدرسة ما بتسمعش كلام. ننطيها أدوية صار لنا تقريبا 5 سنوات، جربنا كل الأدوية، يمكن أنا غيرت 3 أطباء ما شفت كل تغيير، لأن هي مشكلتها أحس بيها هي بتحاول بتعاند، بس إحنا ما بنعرف هي قديش بتفتهم، إحنا نعرف هي تفهم بس قديش المخ بيوصل لها هي مش الكلام. بتتكلم بتتكلم ها؟ تتكلم طريقة عمر 3-4 سنين وتتكلم ساين لانجوج هم عندها يعني تعرف توصل، بس ما نعرف الشيء اللي هي بتستوعبه من أدنى، بأنه إحنا من نقول لها يعني wash your hand wash your hand يمكن نعيدها 50 مرة، بس هي بتعاند ما بدها أي شيء إحنا اللي نقول لها إياه. وبعدين أدها يعني أشياء مثل ما قلتوا تحب تأخذ أشياء يعني ما هي على حجمها، مثلا تلبس هدوم أو تتمسك بشيء يعني مو مالها، وإذا إحنا ما ننطي لها إياه يمكن هي تبقى أسبوع كامل بدون أكل بدون شرب لحد ما تاخذ الشيء اللي بدها اياه، ونحس من تتمرض من يصير عندها بالفتره الاخيره هاي السنتين الاخيره نحس بها من تتمرض تصير عندها اي انفكشن اي التهاب، نبقى حوالي مده 2 إلى 3 أسابيع ليلا ونهارا بدون نوم، ليل ونهار هي بتفقد حتى الميموري مالتها، تعمل اشياء ما بنفهم شو اللي بتسويه، بتروح وبتجي ورايحة وجاية زي الدايخة تعبانة، بس حتى المنومات وحتى الأدوية اللي بينطيني إياها الطبيب ما بتفيد نهائيا لحد ما تاخذ الانتيبايتك ويخلص الانتيبايتك من جسمها وترجع مرة ثانية على عقلها. وانتي بتقولي بأنه احنا بأمريكا وأكو نشاطات وأكو كثير مجالات، أنا عندي كثير وركر، أنا every month تجي لي 2 social worker لحد الآن هم ما شرحوا لي عن هذا المرض ولا حكوا لي عنه، مجرد بيجوا بيمشوا ساعاتهم وبيحاولوا يساعدوني، بس ما شفنا أي مساعدة ولا activity ولا أي شيء موجود، ما فيش تطور يعني ما فيش علاج، مش حسب أي نتيجة ولا نتيجة نهائيا. هي لو بتاخذ الشيء اللي بتريده لو خلاص احنا لازم نضل معاها بمعركة مستمرة يعني. طيب هو يعني امتى ابتديتي علاج بنتك يعني من سنة كام تقريبا؟ احنا هي كانت مريضة بالصرع من عمرها 11 شهر، ونشكر الرب تمجد وشفاها من عمرها 10 سنين، واللي كان من المستحيلات هي تشفي من مرض الصرع، بس حسينا بهذه المشكلة 6 سنين ويمكن 10 سنين يلا نطولي، بأنه هي عندها تقريبا نوع من الآتزم، بس ظل بيزيد أكثر شيء حسيت بيه 13-14 سنة فترة المراهقة، وهي بتشعر بأنه يعني كأي إنسان عادي بتريد بتحب أي شاب بتشوفه بيعجبها يعني. طيب كويس، يعني هي عايشة سن المراهقة مش سن طفلة 2 ولا 3 يعني. طيب. احنا يعني بيعرف هذا الشيء صعب عليها، وهي بتحس يعني I want him I love him I need him، بتظل بتقول هاي الأشياء حتى بالمدرسة يعني مع الأولاد أو أي مكان بنروح بالكنيسة أي شاب بتنجذب إله. طيب يا أختي صباح، يعني إحنا هنتكلم، عايزة تقولي حاجة حضرتك؟ تفضلي. سؤال هل عندك سؤال تاني محدد. طيب أو سؤال محدد للموضوع؟
يا بس يعني انا يعني بس اريد اسال الدكتوره، احنا بناخذ ادويه كثير وطبعا هي عندها هوايه سايد افكت، وبس بصراحه يعني نستمر يمكن شهر مو اكثر لان ما بنشوف اي نتيجه نهائيا، وهي بس مشكله انا اشوفها الوحيده هي الاناد. شيء بانه انا اعاند وذاتس ات، بس ما نعرف يعني شلون نعالج مشكلتها. اوكي حبيبتي هنرد عليكي وبشكرك. يا ريت لو الدكتوره تنطيني جواب انا راح اسمعها على التلفزيون. حاضر اوكي حبيبتي هتجاوب عليكي حالا، بشكرك جدا، شكرا ليكي وربنا يبارك. طيب يعني انا متهيألي هو تشخيص المرض دوت مش توحد خالص. يعني متهيألي في حاجات كتير قوي بعيدة عن اللي احنا بنقول. هي ممكن يكون اولا التشنجات ساعات اللي بتيجي كتير للسن الصغير. انا بعرف كان حد من بعرف حد لغايه سن 6 سنين كان مع التشنجات دي بيبقى في بعض المناطق في المخ اختلف او تغيرت وظائفها، بقت مش وظائف طبيعيه، فممكن تكون بتاثر شويه على المخ. او الاطفال دول برضو بيتولدوا عندهم ذكاء متاخر شويه، احنا بنسميه انواع من المينتال ريتارديشن، يعني امكانياتها الذهنيه اصغر بكتير من سنها، يعني تحصيلها العلمي متاخر خالص. ممكن يكون ده برضو بيسبب عندها الإحباط في نفسها، صغر النفس، الغضب، العنف، وفي أسباب تانية للعنف والغضب قلنا قبل كده. أنا مش عارفة هم بيدوها أدوية عشان العنف ولا هي مرت في حالة اكتئاب أو العنف الزائد اللي بيكسر وبيضرب ويخبط بطريقة زيادة. أنا مش عارفة نوع الأدوية إيه اللي بتاخده، عشان مش عارفة إيه الأعراض الجانبية يعني. لكن هي الأم مستنية تحسن في موضوع العنف والعناد غالبا، مظبوط كده انها مش عنف وعنيدة، هي دلوقتي ابتدت تزيد بس، وكمان بتعند في الأكل والشرب. يعني انا شايفة ان هي متأخرة خالص كمان، يعني هي بتقول عندها 16 سنة بس عقل سنتين ثلاثة، عشان كده بقول في mental retardation وممكن بس هو ممكن يعني سنة، يعني هي برضو عايشة حبة مراهقة برضو يعني، فبتقول اي ولد بتشوفه بتحبه والكلام ده كله يعني، وابتدى في سن المراهقة ممكن يكون برضو اعراض سن المراهقة رغم ان هي متأخرة اساسا، بس بتقول العنف ابتدى يزيد والعند ابتدى يزيد. ما هرمونات سن المراهقه غالبا مش هيبقى يعني مش لازم قوي يبقى ماشي قوي مع المينتال ريتارديشن او التخلف العقلي، يعني ممكن لان في كيماويات والهرمونات في الجسم متغيره، فممكن تشعر عاطفيا هي بتتحرك ناحيه طبعا الشاب والميل لانها يبقى عندها علاقه مع ولد في السن ده. يعني هي الهرمونات بتفرز في فلكن عقلها وتصرفاتها وكده، وهم غالبا قالوا لها ما اعرفش شخصوها فين، قالوا لها عقليا او امكانياتها الذهنيه في سن واحده سنتين او ثلاثه، فهم بيعملوا تيست او يعني اسئله معينه كتيره وامتحانات معينه يعرفوا قدراتها ايه. هنا هي الام بتقول ان ما فيش ريسورسز كتيره خدتها، لكن انا بقترح ان ممكن في حاجه اسمها ريجونال سنتر. ريجونال سنتر ده بيعملوا فيه تشخيص للامراض الاوتيزم وامراض التخلف العقلي، وبعدين من هناك ممكن يدوكي ريسورسز كتيره وامكانيات كتيره ممكن يعني يساعدوكي ان انت تاخديها. البلد بتصرف فلوس كتيره وبتدي خدمات غالبا مجانيه للناس دول وانه يبقى عندها مفروض بيحطها في فصول خاصه جدا في المدرسه، او ممكن تعمل هوم سكول، او يعني طريقه التعليم بتاعها مش هتبقى زي التعليم العادي لاي واحده طبعا عندها امكانيات ذهنيه طبيعيه. يعني العنف والعند في السن ده طبيعي شويه طبعا، زائد المشكله اللي عندها فزاد اكتر مع عارفين التين ايجرز عادي المود بتاعهم، الامزجه بتاعتهم بتتقلب كتير لان سنهم والحاجات اللي بتتغير في جسمهم وكده، يبقوا عايزين يثبتوا شخصيتهم، فهنا بيجي العند. فبالزائد ان هي كانت بتكبر على الموضوع ده في عند وغضب، فالامور بتزداد يعني. لكن انا بشجعها خالص ان في مصادر كتيره، وان شاء الله ربنا يديها الثيرابيست برضو الكونسلر والكونسلنج مع الوالدين هيفرق جدا جدا. في مجموعات مسانده للوالدين اللي عندهم
طفل عنده تخلف عقلي، ممكن الحاجات دي بتساعدهم في الاسترس اللي بيمروا فيه، بتساعدهم ازاي يتعلموا طريقة التعامل مع الشخص اللي عنده المشكلة دي. طيب مشكلة الأدوية اللي مش شايفة أي نتيجة ليها وبقى لها سنين، ده أنت إيه رأيك؟ ولا لما هتروح تطلب أن هي الأدوية دي تتغير؟ أنا مش عارفة إيه أنواع الأدوية، هل ادوها لها عشان عندها العنف الجامد وعندها مود تشينج يعني تقلبات المزاج بطريقة حادة جامدة، والعنف الجامد والتزمت بأمور معينة لدرجة غير طبيعية، فيمكن يكونوا بيدوها أدوية بتهدي شوية العنف اللي عندها والغضب، بس أنا مش عارفة هي أنواع الأدوية وما أقدرش أقول الأعراض الجانبية بتاعتها إيه، لكن أنا بشجع وبقول يعني بنصلي إن ربنا يديها الدكتور الحكيم واللي عنده رأي صائب في الأدوية اللي محتاجة تاخدها، أو لو مش بتشتغل أنا مش عارفة نوقفها ولا ما نوقفهاش، لكن ناخد المصادر التانية اللي هتساعدها، الكونسلنج والمشورة وكل المصادر اللي ممكن تاخدها من حاجة اسمها ريجونال سنتر، وهوبفولي ونصلي ان ربنا يمد ايده في الموضوع ويعمل معجزة معاها وتتحسن وتفرحوا بيها ان شاء الله. امين. طيب نطلع فاصل اللي جاي، الفاصل اللي جاي هو انا عارفة ان في تليفونات هاخدها بعد الفاصل، هنسمع مع بعض الترنيمة اللي كتبها جوزيف صابر، هو زي ما انا قلت هو دلوقتي في السماء عشان عمل حادثة بعد ما قال الترنيمة دي في مؤتمر صلاة، هنسمعها مع بعض وهنسمع قد إيه كلمات عميقة جدا جدا. الولد ده يعني طلب إن ربنا يستخدمه المجد اسمه ويستخدمه الخلاص ملايين، وزي ما أنا قلت هو فعلا استخدمه واستخدم الترنيمة دي، ويمكن هنلاقيها متقالة بكذا صورة وبكذا شكل ومرنمين كتير ابتدوا يقولوها. هنسمع الترنيمة ونرجع ونكمل موضوعنا ومرض التوحد. I'm
انت شافي نفسي، انت شافي جسدي، انت طبيبي. هو فعلا ملناش غيره. وعايزه اقول لكم ان احنا كلنا محتاجين للشفاء النفسي ده على فكره، بدرجات معينه. يعني في الحياه بنواجه حاجات كتيره بتخلينا نتألم نفسيا وبنتعب نفسيا، ويمكن في ناس بتدخل في دور اكتئاب وناس بتطور معاها الموضوع، لكن وجود ربنا في حياتنا بيحمينا من حاجات كتيره. ولازم نكون بنهتم بحياه ولادنا الروحيه مهما كان طريقه تفكيرهم، مهما كان احنا شايفينهم فين، بيستوعبوا مش بيستوعبوا. لازم تعمل اللي عليك، ولازم تديله رسالة المسيح حقيقية، وتهتم بحياته بنموه الروحي زي ما بتهتم بنموه جسدي. طيب احنا معانا تليفون، معانا الأخت نانسي من نيويورك. أهلا بحضرتك. ألو. طيب أستأذنك توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. طيب أنا وطيته فعلا. طيب اتفضل. ألو مساء الخير دكتور. أهلا، مساء النور. أهلا بيك. أهلا بيك. انا عندي ابني 5 سنين، ورحت عملت له تحاليل وكده، طلعت الفحوصات كلها كويسه الحمد لله. بس الدكتور قالت ان هو عنده حاجه اسمها هايبر اكتف. هايبر اكتف. احنا يعني احنا هنتكلم عنه، بس مش عارفه النهارده بس ولا ممكن أجاوب. طب لو عندك سؤال محدد احنا ممكن نجاوبك. ممكن نجاوب. اه هو حركته كتيره جدا. ما طبعا هايبر اكتف. الدكتور قالت لنا ان هو عايز يتعالج على دكتور اخصائي اسمه تعديل سلوك. فاحنا دلوقتي بنحاول ان احنا ناخد ميعاد، فالدكتور بنحاول ناخد منه ميعاد، يعني ايه بيزي جدا. فمس بتاع المدرسه يعني مش عارف يا صبر ولا طول البال عامه. ماشي. لا قولي تاني عشان الصوت مش واضح. من الحركه بتاعته كتيره. أوكي. مش هنعطي فرصه ان احنا نمسك حتى ايده عشان نعلمه ايه يكتب الحروف اي بي او يلون او وزي كده عنده تاخر. أوكي. في بعض الكلمات، بعض الحروف بتاع الكلمه، ولما حد بيجي ياخد منه حاجه بيتعصب وبيعيط وبيتنرفز. مش عايز اي حد ياخد منه، يعني عنده حاجه اسمها ايه عامه، حاجه اسمها حب التملك، عايز حاجه بتاع دي هي بتاعته، محدش ياخد منه حاجه دي. ولو مثلا فيده حاجه ونقول حاجه دي لا كده غلط، بيعيط بيتنرفز ويتعصب جامد، ضربهم يعني بط يقلب اي حاجه كده يعني. اوكي حبيبتي، يعني احنا هنجاوبك، وهيكون في حلقه تانية يعني هنتكلم عن الهايبر اكتف. بشكرك، شكرا ليكي. طيب سؤال فين؟ هو يعني السؤال انا مش عارفه، يعني هي عايزه تعرف المره ايه ممكن تتعامل معاه لغايه ما تلاقي وسيله او طريقه. انا مش يعني ده اللي انا فهمته. لو هي معانا على الخط، لو انت يعني عايزه ايه، عايزه رد في ايه بالظبط؟ اوكي لو احنا عايزين نتكلم عن المرض يعني. انت عادي انا مع حضرتك على الخط. طيب انت سؤالك عايزه نتكلم عن ايه المفروض الاعراض ولا العلاج ولا انت عايزه ايه؟ انا عايز اعرف حاليا اعمل معاه ايه، بحيث ان انا اعرف اتصرف معاه ازاي لغايه ما اروح اخد ميعاد من الدكتور ده واروح له، بحيث انا اوصل المعلومه للتيشر ازاي تتعامل معاه. طيب. لان هي برضه بتتعصب، هو هناك في المدرسه مش عايز يقعد زي الاطفال يكتب ولا يلون، عايز مجرد يلعب بس، يلاقي مكعبات قدامه يقعد يلعب بيها، يكون حاجه مش عارف كده. هو حركته كتيره جدا جدا يعني. عنده 5 سنين صح؟ عنده 5 سنين. اوكي يا حبيبتي هنجاوب عليك حالا، بشكرك. طيب هي عايزه تكون بتعرف هي بتتعامل معاه ازاي لغايه ما تلاقي ميعاد مع الدكتور. ما دي مشكله برضو يعني، لغايه ما ينفع ان هي تكون بتروح لحد، وخصوصا ان كمان المدرسه مش عارفين يتعاملوا معاه. اي ثينك ان هم مش بياخدوا اكشن غير لو كان في جواب من الدكتور. اوكي. بس لا، بعض المدارس وبعض المدرسين عارفين الاعراض بتاع المرض ده. يعني في بعض الحاجات اللي بيعملوها في الفصل بيساعدوا الطفل شويه، مثلا في قدرته على التركيز، لو بيتشتت جامد جدا
بياخدوا الطفل ده يقعدوه في الصف الاولاني مش جنبيه اولاد كتير بيعملوا صوت وكده، عشان هو دايما بيعمل شو بالناس اللي جنبه يعني. شو لا كمان هو مش بيركز فبيتشتت بسهوله جدا من اي حد حواليه. طبعا موضوع الحركه الزائده دي ده واضح ان هو عنده المشكله دي، وقد يكون هو محتاج بعض الادويه. طيب هي بقى تعمل معاه ايه لغايه ما توصل للادويه والدكتور والكلام ده كله؟ في الاول تقرا عن المرض، تعرف هو اعراضه ايه، فتبقى متفهمه اللي بيحصل مع الولد ده. ما هو متفهمه تستنى تصبر كده لا هتقرا هتقرا. لا انا قصدي يعني بيتنطط بيعمل بيشوط يعني يعني تبقى اعصابها هاديه يعني وكده ولا لا. تعمل ايه؟ تحاول تاخده في مثلا العاب رياضيه بارك يعني في الطاقه بتاعته، تخرج في طريقه كونستراكتيف يعني بناءه. تحاول مثلا تقلل، بيقولوا بعض الاوقات السكريات الكتيره ممكن تكتر من حركه الولد. لو مش بينام كويس برضو بيبقى عصبي، ممكن بعضهم مش بيعرفوا يناموا كويس او بيصحوا في نص الليل. مش عارفه اقول لك ايه، هم بينطوا من الكنبه على الكرسي على السفره. انا يعني مقدره موقفها هي، فانا مش عارفه تتصرف معايا. فهي بتحاول تجذبه لحاجه هو بيحبها، لان الاولاد دول ساعات عندهم اهتمامات خاصه وبينجحوا فيها جدا. زي ما بقول لك بعضهم بيحبوا الارت، الفن، الميوزك، طبعا شاطرين قوي في الالعاب الالكترونيه وبيقعدوا يركزوا. انا مش بقول بقى يعني لما تديله حاجه هو انترستد فيها ولا ايباد او لعبه زي الوي او وات ايفر، ايه هي تفتكري هيتلهي فيها؟ دول بيحبوا يقعدوا ويركزوا قوي في حاجه هم بيحبوها. بس انا مش برحب بالفكره طبعا، لان هو هيدخل في قصه ثانيه طول اليوم مش شغال على الفيديو جيم ولا الوي. لكن انا بقول تملى وقته بحاجات مختلفه لان هو كمان من بعض اعراض المرض ده ان هو لما يحس بورد يعني ما زهقان، كلمه زهقان، بيتنطط ويتصرف تصرفات كده مش مظبوطه. فما تسيبلوش فرصه ان هو زهقان. بالظبط كده، لو عملت له ديلي سكيدجول يعني عملت له الجدول بتاع اليوم بتاعه بحاجات يطلع فيها الطاقه. احنا بنقول لازم فيزيكال اكتيفيتيز، فدي لازم يطلع الطاقه ونمدحه عليها ان انت شاطر في الحاجه دي، لان برضو نفسيتهم ما بتبقاش سليمه، عندهم صغر نفس. فنحاول نملى له البرنامج بتاعه. اي مره يعمل تحسن او حاجه ايجابيه نجيب له حاجه بيحبها، نمدحه جامد جدا. وهي لو جوزها رجع من الشغل تقول له تصور هو عمل كده وكده وكده، ده بيرفع من نفسيته، بيخليه برضو هادي شويه عن التصرفات الجامده، لانه ممكن العصبيه والغضب برضو يخليه بيتحرك جامد او ورد الفعل العصبي هيخليه يزيد مش بيقل. او ما بياخدش الاهتمام الصح من الوالدين او من بابا او من ماما، فبرضه ده بيخليه عصبي ومتضايق، مع عنده استعداد انه ينط ويتحرك ويزعق فبيبقى اوفر، ده فبيبقى زياده عنه كده. فهي تحاول تتفهم وضعه، ما تلوموش، لكن تحاول تديله الامكانيات انه يكبر المهارات الحلوه اللي عنده، وتاخده في العاب رياضيه، وتملى له البرنامج بحاجات ايجابيه هو شاطر فيها هو يحبها. لكن زعي انا جات لي ناس كتيرة انزل من على الكنبه، اوعى هضربك، مش عارف ايه، كل الحاجات دي هتلاقي مش بتساعد طبعا. لانه بس انا بيصعب عليا الامهات دول، لانه فعلا هي مشكله متعبه. فعشان كده برضو برحب بالفكره انه لو في الكنيسه مجموعه مسانده، لو في المجتمع اللي احنا عايشين فيه مجموعه مسانده للامهات اللي عندهم الاولاد اللي عندهم المرض ده، ده بيساعد جدا جدا. فطبعا هي في الوصف اللي هي بتوصفه غالبا هو هيحتاج بعض الادويه زائد الكونسلنج، بيدوله بعض المهارات الاجتماعيه، بيعلموه تعديل سلوكي. فالكونسلنج مع الادويه مع معامله الوالدين معاه في البيت ازاي وكده. طبعا انا مثلا بعض الناس بديهم بعض الاقتراحات اللي بيوصلوها للمدرسين، بس ده ديبيندز على المدرس هو كوبراتيف ولا لا، يعني هيبقى فعلا مبسوط من فكره ان هو يتعامل مع حد تاني بره المدرسه، يديله بعض الاراء، بس طبعا بطريقه ان انا ببين المدرس انت فاهم وشاطر وكل حاجه. بس الطفل ده انا بيجي لي في الاوفيس وعنده المشكله دي،
فيفضل نستعمل معاه بعض الأفكار المعينة دي. ففي أفكار عملية للمدرس، في أفكار عملية للأباء في البيت. بالضبط. يعني أتمنى يا أخت نانسي يكون ادانيكي يعني سكة كده تصبري نفسك بيها لغاية ما تروحي للدكتور ويكون في أدوية وتقدري تتعاملي معاه. بس هي هتبقى لسه في مشكلة عند المذاكرة، يعني هو مش هيبقى في مذاكرة لو في مذاكرة سنة. مشكلة المذاكرة ما هنتكلم أكتر في المرة ده. مشكلة طيب. المذاكرة مش بيقعد كتير، بديله صفحة واحدة بس من الواجب يعملها وينجز فيها وياخد بريك شوية ويرجع تاني، وبرضه بنمدحه وكده. ففي بعض الأمور الكتيرة بنستعملها طيب. مع الأولاد دول. يعني هيكون في إن شاء الله حلقة يعني مخصوص تتابعنا فتابعينا وتابع الإعلانات كمان اللي بتتقدم. أوكي، جالي سؤال. ولد عنده 6 سنين مش بيعرف يتكلم وبيلبس دايبر او بامبرز وبياكل كتير لدرجه ان هم بيشيلوا الاكل من قدامه ومش عنيف. ده ممكن يكون مرض الاوتيزم او التوحد؟ لا ما اعتقدش، ما هي ما قالتش بقيه الاعراض خالص. مش موضوع الاكل وانه هو مش عنيف لكن بياكل كتير مش بيتكلم وعنده 6 سنين ولغايه دلوقتي في تبول لا ارادي. لازم نعرف نجيب لستة الأعراض بتاع الأوتيزم ونسأل الأم دي هل هو منعزل تماما؟ هل هو عنده إن هو ما عندوش علاقات خالص، ما بيعرفش ياخد ويدي، ما عندوش حوار؟ هل عنده العنف؟ ما أنت قلتي ما عندوش عنف. فلازم أقيس على الأعراض الكتيرة اللي احنا اتكلمنا فيها. بحسب ما أنا سمعت من الأم هو ما عندوش المرض الأوتيزم، بس هو عنده مشكلة جامدة قوي في الكلام. أنا مش عارفة ليه ما كانش في امكانيه ان احنا نبتدي في وقت مبكر عن كده، لانه مثلا استنينا لست سنين مش بيتكلم خالص كتير. يا اما عنده مشكله قوي في السمع، برضو لازم نرجع تاني نكشف على السمع ونشوف موضوع الكلام. وبرضو ما هياش حاجه ما يقوس منها، في توك ثيرابي او سبيتش ثيرابيست بيعلمه. انا مش عارفه هي عايشه هنا ولا في البلاد بتاعتنا. انا مش عارفه، هو جالي سؤال كده يعني. هو ممكن يا رب لو تكون سامعانا او يكون سامعنا، واحنا كل دي اسئله احنا محتاجين اجابات، ممكن يتصل بينا. طبعا موضوع الاكل ما اعرفش هل عنده حاله نفسيه برضو، بياكل لدرجه ان هم يحوشوا الاكل من فبرضو لازم يكشف عند الدكتور بشري. وبعدين لازم يشوفوا موضوع الكلام، لان ما زي ما بنقول لو هو مش بيتكلم، هو 6 سنين وشايف مثلا اخوه 3 سنين بيتكلم، دي حاجه يعني بتخليه يحس بان هو ولا حاجه ومش كويس. وممكن اكله الكتير ده بيهرب. بالظبط. فجزء من الاكتئاب اللي عنده، او فعلا بيهرب، او فعلا ما اعرفش حد في الاسره عنده برضو مشكله الاكل الكتير ولا لا. ممكن يكون جزء وراثي شويه، لو حد في الاسره برضو بياكل كتير قوي وما عندوش سيطرة على الأكل، فبيبقى عنده مرض برضو شوية عضوي، ممكن يكون محتاج مساعدة الطبيب يعني. أوكي. طيب معنا تليفون الأخ إيمانويل ميتشيغان. أهلا بحضرتك. مساء الخير. أهلا مساء النور، أهلا بحضرتك. إحنا عندنا مشكلة الصغيرة، واحد من أفراد العائلة طفل صغير عمره هسه بالوقت الحالي 13 سنة، شخصوه من عمره 2 أو 3 سنين عنده أوتيزم من النوع السيفير، أشد حالاته. هاي الحالة مالته جربوا يعالجوها بمختلف أنواع الأدوية، حتى الأدوية المتعلقة بالجلوتين وتغيير أنواع الغذاء، وكبر عنده نفس المشكلة. ومهما جربوا من أنواع الأدوية لحد ما وصل لحد الآن اللي هو 11 سنة سواء أنا قلت 13، لحد الآن ولا نوع دواء قدر يستمر عليه، لأنه الهايبر مالته الأقصى درجاته ده يأذي نفسه ويأذي أفراد عائلته بعض الأحيان. هو لا ثواني ثواني يا أخي إيمانويل، هو عنده ثواني حضرتك سامعني، هو عنده أوتيزم ولا هايبر أكتيف؟ نو، أوتيزم مشخص من قبل الدكتور، سيفير أوتيزم. أوكي، طب هما بيبقوا هايبر برضو؟ ممكن. أوكي، اتفضل كامل. احنا انا هسمع حضرتك. سؤال حضرتك بيقول الادويه مش نافعه مشكله. السؤال المطروح هنا أنا. شنو الحل اللي يواجه اهله واحنا كجزء من العائله، انه شلون نتعامل وياه؟ لانه ما عنده اي كونتاكت ولا اي نوع من انواع التواصل، الكلام او اي شيء. مش بيروح مدرسه؟ العنيفه مالته، لان الاعتقاد انه ما يقدر يتواصل، يضرب المقابله ويحاول يضرب نفسه ويأذي نفسه. احنا نخاف عليه ونخاف على اهله بنفس الوقت. طبعا.
ونتيجة هذا الأوتيزم السيفير ونتيجة عدم نجاح الأدوية وين راح توصله؟ لأنه جربوا وراحوا كل المراكز كل الأطباء اللي متوفرين هنا حاليا وكل الخدمات لكن ماكو أي شيء وصل للنتيجة. طيب حالته تزداد بالسوء وماكو أي نتيجة. أوكي عايزة تسألي على حاجة؟ لا طيب يعني احنا هنجاوب على حضرتك حالا. حاضر بشكرك لمداخلتك شكرا لك. طيب ده أوتيزم وابتدى العلاج من 3 سنين يعني ما تأخروش. هو سنه 3 سنين ولا من 3 سنين بس؟ لا انا اللي فهمته من عمر 3 سنين. من عمر 3 سنين بياخد هو دلوقتي 13 بس الادويه ما اعتقدش بيدوها لهم 3 سنين. الادويه مش عارفين بس ما هو علاجه مش طب لو هو معانا ممكن نساله لو هو معانا على التليفون. معني وياكم. طيب هو الادويه ابتدى علاجه من 3 سنين يعني هو عنده 10 سنين ولا من هو عمره؟ الادويه مالته بدت من ورا 3 سنين بشويه جربه او شيء الحميه الغذائيه للجلوتين. طيب ما نجحت معاه. لكن انتوا طب لكن انتوا ابتديتوا تكتشفوا المرض ده وتودوه لدكتور امتى؟ في سن كام؟ من سن 3 سنين. من سن 3 سنين اوكي. الادويه بقى خدها امتى؟ هو الجلوتين بس من الادويه من 3 سنين يعني من هو عنده 10 سنين؟ لا الأدوية تقريبا 5 أو 6 سنين بدأوا بالأدوية. 5 أو 6 سنين يعني 3 سنين جربوا الحميات الغذائية والمعالجات الثيرابي والدكاترة وبالأخير اضطروا ينطوا الأدوية لأنه بدأت تتحول سيفير بشكل مو طبيعي. أوكي. التشخيص البدائي الأولي كان قبل حتى 3 سنين لاحظنا من عنده إنه ما يسوي أي كونتاكت. أوكي أشكرك. مشكلته إيه؟ طيب هو دلوقتي ابتدى يعني راحوا يعالجوه من سن 3 سنين أو من قبل 3 سنين اكتشفوا وابتدى بالثيرابي وبالاكل وكده وبعد كده ابتدى من 5 سنين ابتدوا الادويه وبرده ما فيش اي تحسن. لا هل والعنف كمان يعني هو بيتكلم كمان عن عنف بيضر نفسه وبيضر العيله يعني هو المرض بيزيد مش بيقل وبيتطور بشكل مخيف يعني. نحاول نشوف برده لو في اسباب تانية زائد انه ده عرض من اعراض الاوتيزم لو في اسباب تانية للغضب بتاعه. هل حد بيتريق عليه؟ حد في المدرسه او في البيت بيكلمه بطريقه وحشه لان مثلا انت غبي انت مش بتفهم انت مش زي اخوك اي حاجات زي كده يعني تانية ممكن يكون اتعرض لحاجات زي كده بيأثر على غضبه وعنفه. لكن المفروض ان في بعض الادويه ناجحه جدا في تقليل العنف عند الاولاد في السن ده او في المرض ده فانا مش عارفه انهي نوع من الادويه اللي خدها. لكن كمان اللي بيساعد جدا انا ما اعرفش عنده مشكله في الكلام ولا لا برضه لكن بيساعد جدا ان هو يستمر في كونسلنج ويدرب على الكلام ولو هو عنده ويدرب بس هو ما دام الدكتور شخص ان هو اوتيزم يبقى اكيد في مشكله في الكلام. وفي ما اعرفش لغايه وصلت لغايه دلوقتي ولا اتصلحت لانه اكيد خد سبيتش ثيرابي. في كمان تاهيل في المهارات الاجتماعيه وفي المهارات اليوميه او الامكانيات اليوميه ان هو يكون قادر ياكل نفسه او يلبس او يقلع الحاجات دي كلها. واخد بالك في تدريب على الحاجات دي وبعدين في تدريب للبيرنتس كلاسز بياخدوها او حد بيجي لهم في البيت وبيقعد معاهم ويوريهم ازاي يتعامل مع الولد ده بيستعملوا بعض الفيديوهات. ما يمكن بقى احنا دخلنا في العلاج بيستعملوا بعض الفيديوهات اللي محتاجين عشان الوقت يعني بيخلوا الولد عشان يتكلم او يعرف ازاي الاثنين بيتعاملوا مع بعض بيوري له بعض الحاجات لان هم بيحبوا الحاجات الفيجوال يعني المرئيات بيحبوا الحاجات اللي فيها ميوزك فممكن الموفي اللي بيتفرجوا عليه ده او تعليمي حاجه خاصه قصدي علاجي ليه بتعلموا بعض المهارات ان هو يبص في عين التاني لما بيتكلم ان هو بينمو في الكلام بينمو في الحوار بيكافئوه يعني انا شفت بعض الثيرابيست بيروحوا البيت ويقعدوا الولد قصادهم هم قصاده ومعاهم الحاجه اللي بيحبها الطفل وبيكلموه وبيقولوا له لو انت بصيت لي هتاخد مرتين او ثلاثه هتاخد الحاجه دي فساعات ده بيبقى محفز لان موضوع انه يبص في عين التاني دي صعب عليهم جدا لكن انا بيجي لي واحد 25 سنه عنده المشكله دي هو بيدخل كده بيكلمني عمره ما بص في عينيا طول كل الوقت اقول له طب حاول تبص لي يعني بص لحظه ويكمل تاني فهو يعني قعدنا مده طويله قوي لكن هما ممكن يتعلموا قوي في حتى دلوقتي مش هنفشل يعني هما ممكن يتعلموا انه بنقعد معاه في وقت خاص
ان احنا بنعلمه ان يحصل تواصل بالنظر، يعني يبص في عين التاني، يتعامل، ياخد مكافآت. العنف لازم طبعا نوقفه باي طريقه. بنفهمه قبلها لو هي سنها 13 سنه او هو 13 سنه وملكاته الذهنيه معقوله يفهم اللي هم بيقولوه. بيدوله محفزات لو هو قدر يسيطر على الغضب بتاعه. طبعا الثيرابيست هتعلمه يتعامل مع الانجر ازاي، انجر مانجمنت هتعلمه هتتعامل مع العنف والغضب ازاي. عشان كده كذا حاجه مع بعض بيساعدوا في العلاج. تدريب الوالدين، تعلمهم مهارات يستعملوها مع الولد في البيت. الولد بيروح لسبيتش ثيرابيست وبيهيفيورال ثيرابيست وكونسلنج. بيحصل تشجيع ليه، مفيش كلام محبط، مفيش كلام مفشل. بيوروله ان انت لو قدرت تسيطر على غضبك والعنف هتاخد المكافأة الفلانية دي، لو ما عملتش انت مش هنعاقبه لكن انت هتفقد الامتياز انك تستعمل الجيمز بتاعتك او الالعاب بتاعتك اللي انت بتحبها. طيب هو بس سؤال عشان انا عندي مكالمتين ومفيش غير 10 دقايق ولسه ما كملناش. هل في مراكز ممكن تكون، وخصوصا انا بكلم عن هنا طبعا لان احنا مش عارفين في الشرق الاوسط اخباره ايه، لكن هل في مراكز ممكن اودي فيها ابني اللي عنده مشكله وخصوصا الحاجات دي؟ بيكون تعليم وثيرابي وكل حاجه. في اماكن كده، مؤسسات كده. طيب يعني انا اتمنى ممكن لو هم مش قادرين يتعاملوا معاه وفي خطوره على الولد وعلى اسرته ممكن يكونوا بيلجأوا للحاجات دي، ممكن الحاجات دي. يعني انا دخلت حتى اونلاين تلاقي فيه اعلانات كثيره عن بعض المؤسسات ان فيها بيقعدوا الولد لمده شهرين او حاجه بالظبط، زي كورس متكامل علاج. ممكن لو هو سيفير بالطريقه دي فعلا ممكن يساعد، لكن برضو تعليم الوالدين ازاي يتعاملوا معاه دي حاجه اساسيه جدا. اوكي. طب معانا منى من كاليفورنيا، اهلا بحضرتك، واستاذنك يعني في دقايق او في دقيقه تقولي سؤالك. الو. ايوه مدام امل، مساء الخير. اهلا وسهلا دكتوره. اهلا. انا بس كنت عايزه اسال، انا اول مره يعني اخد بالي ان ممكن يكون ابني عنده مشكله. انا اول مره اخد بالي من البرنامج بتاع حضرتك النهارده. طيب نشكر ربنا، هو ربنا يعني وجدنا عشان كده. صدقيني. فالمهم انا دلوقتي لاحظت ان ابني عنده 10 سنين. لاحظت ان هو بيجي اول كلمه يقولها تقيل الكلام معاه، ما بيتكلمش بسرعه، بيتلجلج في الكلام. لاحظت ان هو من النوع العنيف، في اي حاجه حد ياخد منه حاجه بيتعصب بسرعه، عايز يمشي مع اولاد أكبر من سنه. مش أوكي. لكن مش بيتجنب كل الناس، يعني ممكن يكون مش منعزل، يعني مش منعزل خالص يعني. لا مش منعزل، ما عندوش الأتزان، ما أعتقدش إن هو عنده ده. لا أنا حاسة إن هو ممكن يكون العنف زيادة عنده، ممكن يكون إن هو عايز يمشي مع حد أكبر منه، والكلام تقيل شوية. يعني ملاحظة فيه إن هو مش موضوع عنيف وبس. لا انا بحس ان هو يعني في بعض الاحيان ممكن فعلا يلخبط، يعني مش الذكاء بتاعه، هو ذكي وكل حاجه لكن ما بيقعدش، عارفه زي ما حضرتك الدكتوره بتقول ما بيركز، مش عايز يركز، مش عايز يقعد في حته، بيتحرك كتير، كل شويه يتحرك كتير، يكون لسه قاعد جنبي ويتحرك في ثانيه الاقيه بيلف البيت كله. معرفش هو يعني انا لاحظت فيه الموضوع ده بقاله فتره، وانا لاحظت ان ده بان عليه مرض. انا كنتش فاكره ان هو ممكن يكون مرض، انا كنت فاكره ان احنا مصريين دي حاجه طبيعيه. لكن انا لاحظت دلوقتي من اللي انتوا بتقولوه ان ممكن يكون ابني عنده حاجه. طيب حبيبتي حاضر، انا هرد عليكي وفي دقيقه دكتور ابتسام عشان الوقت خلاص، عشان معانا كمان مكالمه تليفون تاني. اوكي بشكرك يا منى وشكرا لك. الموضوع الكلام. طيب هي يعني بتجمع حاجات مع بعض، فهي مش عارفه هل ده ممكن يكون في عنده مشكله نفسيه او عنده مرض، وتعمل ايه او المفروض تروح لدكتور؟ هي هو عنده 10 سنين قالت عنده عنف كمان، عنده عنف يا وهايبر اكت وكمان كلامه بيتلجلج شويه، واول كلمه دايما بتبقى ثقيله. وبس هو بتقول بيصاحب السن اللي اكبر منه. هل بيجاله مشاكل في المدرسه؟ لان برضو الهايبر اكتف بيبقى في مشاكل كتيره في الفصل، مش قاعد على حيله، بيعمل دوشه حواليه
وكده. طيب يعني انت ديها احتمالات وتعمل ايه؟ هي لسه مش قادره يعني بتجمع افكار مع بعض من كلامنا والاعراض اللي احنا بنقولها. على اساس ايه السكه اللي تمشي فيها؟ السكه اللي تمشي فيها نبتدي بالدكتور بتاعه او بدكتور طبيب بشري، نتكلم معاه على موضوع تحتها في الكلام، وممكن نكون بنقرا وبنعرف ان في بعض الناس بتعمل سبيتش ثيرابي، هو برضو محتاج علاج في الكلام. علاج في الكلام ده هيفرق في نفسيته، وممكن يكون بيقلل العنف بتاعه، العنف والحركه الزياده. بالظبط الحركه، بس لو الحركه زياده برضو يمكن يكون عنده الهايبر اكتيف، لان الهايبر اكتيف برضو بيبقى عنيف ممكن، وبيبقى عنده شويه مشكله في السبيتش في الكلام، وبيبقى برضو عنيد مش عايز يسمع، وبيتاثر بسرعه من حاجات تانية، يبقى اوفر سنسيتيف سام تايمز. ف يعني نروح للطبيب ونشخص، وفي علاج وفي كونسلنج وفي ثيرابي للسبيتش وسبورت جروب للام. اوكي. وبعض ريسورسز كتيره طبعا هنتكلم فيها في لما ندخل في الموضوع ده غالبا. بالظبط. اوكي تابعينا يا منى. طيب معانا نانسي من نيويورك تاني مره، واستاذنك في نص دقيقه عشان الوقت خلاص وعندنا لسه اسئله. اتفضلي. ايوه اتفضلي يا نانسي. انا كنت بكلم حضرتك وخططت. من ضمن اللي كنت بقوله لحضرتك على الولد ان هو برضه عنده حاجات بسيطه في الكلام مش مفهومه، لان احيانا بيقول كلام انا نفسي مش عارفه هو بيقول ايه. فانا عايز اعرف هل ده ممكن يكون مأثر عليه، عايز يعبر عن اللي جواه بس مش عارف، عشان كده بيتنرفز ويتعصب. ده اللي هو اللي عنده هايبر اكتف. اللي هو عنده هايبر اكتف 5 سنين، عشان كده بيتنرفز ويتعصب ولا ايه؟ وبعدين بيكون في ايده اي لعبه. وبتقولي في صعوبه في كلامه؟ نعم. في صعوبه في الكلام؟ لا هو بيتكلم بس في بعض الحاجات مش مفهومه. مش مفهومه، اوكي. يعني في ممكن طيب. يقول كلمه او حاجه احنا مش فاهمين بالظبط هو بيقول ايه. أوكي. او ممكن يكون عايز يعبر عن حاجه مش عارف يقولها، فبالتالي يعني بلاحظ ان هو ممكن يكون عايز يعبر عن الحاجه اللي جواه دي بس مش عارف، بيتنرفز بيتعصب. وبعدين لما بيكون في ايده اي لعبه بيخربها بيبوظها خالص. اوكي حبيبتي هرد عليكي، معلش انا يعني مضطره اقفل معاكي عشان الوقت خلص ونلحق كمان نرد عليكي. اوكي شكرا ليكي يا نانسي وتابعينا. هي بتقول كمان بالاضافه للي هو حركته كتيره، هو كمان كلام بيتكلم بس في كلام مش مفهوم. انا عايز اسال الاول، او يعني هي تسمعنا، هل في مشكله انه هو ابتدى لما جت امريكا، هل جت وهو صغير قوي او كده، هل حصل كونفليكت عنده مشكله لانه بيتكلم عربي وبعدين بيسمع انجليزي؟ في بعض الاطفال ما عندهمش المشكله دي، يتعلموا اللغتين او يمشوا، لكن في ناس بتفرق معاهم بتجيت كونفيوزد فبيتلخبطوا ومش عارفين يعبروا، خصوصا لو هم صغيرين في السن وبيخلطوا اللغتين مع بعض، فيمكن ده يسبب ان الوالدين مش فاهمينه. او هو عنده برضو مشكله في الفهم وفي الكلام، يعني ده لازم برضو يعمل تيست خاص. ما هي كده كده هي واخده معايا من الدكتور، وهي اللي طلبت ان ازاي تكون بتتعامل معاه، فيمكن ده هيكون حل او هتلاقي اجابه كتير لكل اسئلتك. احنا بس بنجايد بنواجه يعني، وعندنا البرنامج الخاص للموضوع ده. لا للحلقه بعد كده للهايبر اكتف. طيب يعني الوقت خلاص، لكن انا عايزه انت قلتي حبه حاجات من العلاج يكون ازاي. لو في حاجات تانيه العلاج الاكتشاف المبكر نوديه ياخد علاج في كذا حاجه زي ما قلنا كده. العلاج للكلام ده نمره واحد، علشان ده بيأثر على حاجات كتير. العلاج السلوكي، تعليم المهارات اللي مش موجوده قبل كده، تدريب الوالدين على ان هم يمشوا برنامج معين في البيت، بيعلموا الطفل انه يعمل اي كونتاكت ويبص ويعيد الكلمه دي، بيساعدوه ان هو ازاي يتعامل مع اخوه واخته واصحابه في المدرسه. لو في عنف بتعامل معاه بالطريقه الصح، بوقف اي اسباب جانبيه للعنف او الغضب، في نفس الوقت بعلمه ازاي يسيطر على الغضب، عشان كده يروح لكونسلر برضو بتساعد قوي في الحكايه دي، ضبط الغضب والعنف. ولو هو في حاله شديده جدا وزياده جدا قد يحتاج لبعض الادويه اللي بتقلل العنف وتقلب الامزجه في السن ده. طيب هل ممكن المعالجة، يعني هل ممكن علاجه؟ يعني أنا شفت دلوقتي أمثلة إن ما فيش أمل، بس يعني رغم إن هي عندها 13 سنة وبيبتدوا، لكن أكيد في أمل، وفي أمل سليمان كمان في أمل سليمان لكن هل في يعني
حتى مهما كان تأخر السن، لكن في كل وقت بنبتدي العلاج لازم يكون في تحسن. في تحسن طبعا، وفي نشكر ربنا في أمريكا هنا في مصادر كتيرة جدا جدا، بس نحاول نعرف نوصل لها، نشخص صح، نتعلم ازاي نتعامل معاه، عندنا صبر وتشجيع، وفي نفس الوقت بنحاول نوديه برضو الثيرابي كويس قوي، ينفع مع الثيرابي وكل تعليم المهارات وكل الحاجات دي اللي انا قلتها. ولازم نكون بنقرا عن المرض، الاب والام اكتر ناس يكونوا ازاي يكون بيتعاملوا مع ابنهم اللي عنده المشكله دي، مش يزيدوا العنف ومش يقابلوا العنف بعنف. فالمشكله لو هم مش فاهمين هم هيعاقبوه جامد، والولد ده هيتعاقب ليل ونهار يعني. فهيبقى الرد الفعل هيبقى تطور للمرض مش علاج ليه. بالظبط كده، فالمعرفه هتفرق قوي في الموضوع. اوكي دكتوره ابتسام، انا بشكرك جدا وشكرا للمعلومات القيمه والثمينه، وربنا يباركك ونتقابل في حلقات تانية ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، بشكركم جدا لمتابعتكم، بشكركم لاسئلتكم، وان شاء الله هيكون في مواضيع كتير جدا بنتكلم عن مشاكل بنواجهها في اطفالنا سواء نفسيه او ازاي نكون بنتعامل معاها. تابعونا وبشكركم لمتابعتكم، والى اللقاء في حلقه جديده وبرنامجنا من الحياه. We'll be right back.